أهلا 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 بحضراتكم. مصر بتاعت كل الناس، مصر دي بتاعت الإنسانية، مصر لكل أهل الكرة الأرضية، مع الاحتفاظ بالسيادة الوطنية وكل شيء برضو علشان لا يؤول الكلام في غير مواضعه. أصل مصر دي هي البوتقة، لو صح كلمة البوتقة، يعني أنها كلمة مستهلكة جدا، لكن مصر هي المكان اللي كل حاجة تدوب فيه. مصر ما بتبصش على مين دينه ايه، شارعته ايه، طايفته ايه. مصر ما بتبصش مين لونه ايه. مصر ما بتبصش الانسان نوعه ايه، راجل ولا ست، امر لا يعنيني. مصر بتبص على انه انت اول حضاره تقدم للمجتمع الانساني افكار متعلقه بالبشريه جمعاء، على راي محيي اسماعيل ربنا يديله الصحه، جمعاء. دي عظمه مصر. مصر قبلة آل البيت، آل بيت الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام حبوا مصر وجولها برجليهم، جولها بقى على ظهر الراحلة، جمل كان ولا حصان، جم من المدينة المنورة لحد هنا. ده مش بس كده، ده آل البيت اللي كانوا راحوا وقعدوا في المغرب برضو جم من المغرب لحد هنا، وعاشوا هنا واتدفنوا هنا. وبالتالي عندنا مقامات بقى لآل البيت، حدث كيفما شئت. وعايزك في مرة من المرات تروح تتمشى في شارع الأشراف، يا سلام، أيوة، اللي فيه مقام السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، نفيسة العلم. روح وزور واقرأ الفاتحة، ولو أنت مش من الناس اللي هتقرأ الفاتحة، من المصريين أهالينا اللي موجودين من ديانات أو شرائع أيا كانت، روح واستقبل الرحمات الإلهية اللي نازلة من السماء. النهاردة استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند. الرئيس السيسي رحب جدا بالسلطان مفضل سيف الدين كضيف عزيز على مصر. فخامة الرئيس أشاد بالعلاقات التاريخية ما بين مصر وما بين طائفة البهرة، وثمن الدور المقدر للسلطان والطائفة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت رضي الله عنهم وأرضهم جميعا، وعدد من المساجد المصرية التاريخية، خصوصا كمان الأنشطة الخيرية المتنوعة اللي بتقوم بيها الطائفة في مصر وبتدعمها. وده بالمناسبة اللي بيتكامل مع جهود الدولة من ناحية لتحقيق التنمية وحرصها على تطوير القاهرة التاريخية الساحرة بامتياز واستعادة إبراز الطابع الحضاري الأصيل. طيب، من جانبه أعرب سلطان البهرة عن تقديره البالغ لمصر، وثمن على ما تتمتع به مصر تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من تعزيز لقيم المواطنة على أسس التسامح الديني والتعايش السلمي، وإنه ده يكفل للجميع مناخ مستقر للسلام الاجتماعي. وأشاد بإيمان الرئيس بأهمية الحوار ما بين كافة شعوب العالم في مختلف المذاهب والأعراق، وانفتاح مصر على كل الأديان والطوائف والشرائع. مش أنا كنت بقول لك مصر للإنسانية بالكامل؟ لازم تبقى فاهم ده كويس، مصر للكل، للكل. عشان كده مصر أم الكل. المهم، استنادا، وده الكلام يعود مرة تانية لسلطان البهرة، إن كل ده استنادا لتاريخ مصر العظيم وشعبها العريق وحضارتها الفريدة والفهم الصحيح للدين، وخد بالك للدين كله. كمان أشاد سلطان البهرة بما يلمسه تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من تقدم مستمر في مصر وبالإنجازات التنموية اللي اتحققت واللي لسه بتتحقق في مختلف المجالات، بالإضافة لدور مصر شديد الفاعلية، سواء إذا كان بقى على الساحة الدولية والساحة الإقليمية العربية وبالتأكيد في إفريقيا، ودعمها لقضايا العالم الإسلامي بكامله. أعرب سلطان البهرة عن صادق دعواته للشعب المصري بدوام الأمن والاستقرار والتقدم. طيب، وإيه كمان؟ شوف بقى هنا التقدير والحفاوة. فخامة الرئيس منح السلطان مفضل سيف الدين سلطان البهرة وشاح النيل، وده لتقديره لجهود السلطان مفضل المتواصلة في مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية. أرجع تاني وأقول لك، هي مصر
بتاعتنا كلنا، مش بتاعت ناس وناس، ولا بتاعت الأهل والعشيرة، ولا بتاعت الطايفة دي والطايفة دي لأ، ولا بتاعت الشريعة دي والشريعة دي لأ. واللي علمك كده ظلمك، صحح المفاهيم. على كل، قبل ما اروح للفاصل عايز اقولك على خبر مهم جدا، وهو عن لجنة العفو الرئاسي واللي اعلنت الافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا النهاردة. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة النائب محمد عبد العزيز، صديقي العزيز وعضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ازيك يا سيادة النائب؟ مساء الخير يا أستاذ يوسف، ازيك وازاي كل السادة المشاهدين؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كله بخير الحمد لله تمام. ماذا عن 33 اللي خدوا النهاردة عفو وهم من المحبوسين احتياطيا؟ النهاردة لجنة العفو الرئاسي بتستكمل نشاطها على مدار منذ إعادة تفعيل اللجنة، زي ما أنت عارف منذ إفطار الأسرة المصرية بتتوالى الإفراجات سواء عن المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم بقرارات عفو رئاسي أو إخلاء سبيل للمحبوسين احتياطيا. اللي جرى اليوم أنه في 33 من الشباب المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، متعلقة بالقانون، القوانين المتعلقة بالحبس في قضايا النشر يعني، تم إخلاء سبيلهم هم الآن في بيوتهم ال 33 جميعا. ده بيرد على حاجات كتيرة اتقالت في الفترة اللي فاتت، أيوة. إن طلع كثير من الإشاعات والأخبار المغلوطة استخدمها الإعلام المعادي في كتير من الأوقات إن لجنة العفو توقف عملها، وده بنقول لكل الناس من خلال برنامجك وبالدليل العملي إن ده غير صحيح. لجنة العفو الرئاسي مستمرة. قيل إنه لجنة العفو اتعملت في سياق مقدمة لمؤتمر COP27 وأنه هذا الأمر له علاقة بالوضع الدولي، وده غير صحيح. استمر العفو قبل COP27 وبعد COP27. قيل أن لجنة العفو الرئاسي يعني فقط لطمأنة القوى المعارضة كي تشارك في الحوار الوطني. الحقيقة الحوار الوطني شغال، والناس كل القوى السياسية والأحزاب من اليمين ومن اليسار موجود ومشارك، ولجنة العفو مستمرة في عملها. ولذلك بنقول للجميع، لأهالي المحبوسين اللي بيبعتوا لنا وبنتواصل معاهم دائما، احنا مستمرين، لا تلتفتوا للشائعات. هناك نوايا صادقة، هناك دعم مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل لجنة العفو، وهناك إصرار منه على انه هذا الملف يسير في مساره السليم زي ما احنا شغالين، وفحص كافه الشكاوي والطلبات التي تصل الينا، وده هيفضل مستمر. النهارده بال 33 بنقول ان العدد تجاوز، زاد عن ال 1400 اسم ساهمت لجنه العفو الرئاسي بالتعاون مع الجهات المعنيه اللي بوجه لها كل الشكر طبعا في اخلاء سبيلهم، وعلى راسهم طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضا السيد وزير الداخليه ومعالي المستشار النائب العام سيادة النائب العام. الحقيقه في تعاون كبير جدا من كل الجهات المعنيه في الدوله. وباضف الى ذلك، وقلت الكلام ده يمكن خلال برنامجك قبل كده ولكن بناكد عليه، انه الامر لا يتوقف فقط عند اخلاء السبيل. تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين اطلقت لجنه للدمج والتاهيل، صحيح، للشباب الذين تم اخلاء سبيلهم او تم العفو عنهم اذا واجهوا اي مشكلات، واطلقنا رابط او لينك للتسجيل عليهم شكواهم اذا كان عندهم اي شكوى تتعلق بالعمل، تتعلق باستكمال الدراسه، تتعلق باي مشكلات بحاجه الى دعم نفسي واجتماعي. تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين من خلال والمهندس طاهر ابو زيد زميلكم في تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين سبق واستضفناه عندنا هنا في البرنامج، واتكلم عن برنامج الدمج، ويمكن حتى النهارده الصبح برضه قابلت طاهر وكنا برضه بنتكلم على مساله الدمج. يعني في حركه حقيقيه وشغاله يا محمد. صحيح، هو ده اللي بنقول عليه، ان احنا في مرحله مختلفه، مرحله الحوار الوطني ومرحله بناء الجمهوريه الجديده، لا تستبعد اي صوت من الاصوات السياسيه والفكريه. وزي ما حضرتك عارف وبتشوف في الحوار الوطني، كل الاراء بتطرح من اليمين ومن اليسار، من الاغلبيه ومن المعارضه، بدون اي سقف وبدون اي يعني ضغوط على احد انه يتبنى اي راي معين. وشفنا من الشباب الذين تم الافراج عنهم بقرارات عفو او باخلاء سبيل مشاركين في الحوار الوطني، مزبوط، وبيدلوا بارائهم وبيتبنوا وجهات نظر معارضه، وده يعني لا يفسد للوطن قضيه كما قال السيد الرئيس في افطار الاسره المصريه.
طب محمد برضو انا محتاج افهم منك حاجه، يعني انا النهارده لما اشوف ان في 33 واحد تم اخلاء سبيلهم وصدر لهم عفو من لجنه العفو الرئاسي وهم من المحبوسين احتياطيا، هل انا ان رايت او ظنيت او شفت انه ده وكانه انعكاس لاشاره حقيقيه واقعيه جاده في مساله المزيد من النقاش حول قانون الحبس الاحتياطي؟ بكل تأكيد، هو أنا بقول قانون الحبس الاحتياطي أو قانون الإجراءات الجنائية بيتضمن داخله المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي. هذا القانون مطروح للنقاش داخل الحوار الوطني أولا. مظبوط. ثانيا، مجلس النواب المصري شكل لجنة فرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، واللجنة يعني بيشرفني أن عضو فيها ممثل عن لجنة حقوق الإنسان في المجلس. هذه اللجنة مصغرة مكونة من عدد من الأعضاء مجلس النواب بالإضافة لممثلين كافة الجهات المعنية، سواء كانت وزارة الداخلية أو كانت النيابة العامة أو مجلس القضاء الأعلى وكل الهيئات القضائية المعنية بهذا الأمر، بالإضافة لنقابة المحامين وبالإضافة للمجلس القومي لحقوق الإنسان. تشكيل متميز، في ممثلين من مجلس النواب، في ممثلين لكافة الجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون، لأنه قانون مهم متعلق بالإجراءات الجنائية كلها وليس فقط في الحبس الاحتياطي. يجري مراجعة كافة مواد قانون الإجراءات الجنائية، والحقيقة اللجنة دي شغالة واقتربت يعني ناقشت شوط كبير جدا من مواد قانون الإجراءات الجنائية، وإن شاء الله يعني هيصدر إلى يعني هيكون متاح إنه يصدر خلال هذا الفصل التشريعي الحالي أو هذه الدورة البرلمانية الحالية، لأنه قانون الإجراءات الجنائية زي ما أنت عارف ويسمى الدستور الثاني لأنه مكون من عدد ضخم من المواد. صحيح. في كل التفاصيل والضمانات المعنية بحقوق المتهم أو بضمانات الدفاع، ودي كلها واردة في القانون الإجراءات الجنائية. والحقيقة هذا القانون صدر سنة 1950، وبما أننا في عصر تطور كبير جدا تطور فيها علم الجريمة وتطور فيها علم مكافحة الجريمة، أصبح يعني من الأهمية بمكان أن يناقش كل مواده، بالإضافة بكل تأكيد لقضية الحبس الاحتياطي نفسها، أن يبقى الحبس الاحتياطي إجراء احترازي يستخدم في حالات محددة إذا خشينا على المتهم أنه يهرب، أنه يؤثر على الأدلة، أنه يعمل أي حاجة تتعلق بسير المحاكمة، أما دون ذلك فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا بد من أنه يكون فلسفة الحبس الاحتياطي أنه إجراء احترازي وليس عقوبة في حد ذاته. وده بالتأكيد اللجنة الفرعية بتعمل على هذه الصياغة، وإن شاء الله يصدر يعني يكون متاح أنه يصدر قريبا، وأيضا سيطرح هذا الأمر للنقاش بكل تأكيد داخل أروقة الحوار الوطني ليكون هناك كافة الآراء مطروحة، لأن ده قانون هام جدا في يعني القانونيين بيسموه الدستور الثاني. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 يا محمد، كل الشكر لصديقي أولا وسيادة النائب محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب المصري. أستأذنكم بقى نطلع لفاصل ونرجع نكمل الكلام. اهلا 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 اهلا، ازيكم؟ شوفوا بقى، هو خبر لطيف وجميل وسعيد. طيب هنبدا الاول بهو ليه سعيد، لانه انا احب جدا وافرح جدا لما الاقي الجيل بتاعنا يتبوأ المقاعد الكبرى والرئاسيه في المؤسسات الصحفيه، ده من الحيث المنظور الجيلي لو صح التعبير. الحاجه الثانيه، هو ليه لطيف وجميل، لانه لما تيجي وتلاقي مطبوعة صحفية كبيرة ومهمة، واحد من أهم الجرائد والصحف السياسية في مصر والوطن العربي، ترأس تحريره كاتبة بتاء التأنيس، صحفية بتاء التأنيس، تبقى مبسوط جدا. ولما تبقى كمان صديقة عزيزة جدا 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 قوي خالص زي علا الشافعي، فالواحد يبقى إيه بالنسبة له، يعني بنقول إيه، نحن نهنئ أنفسنا. وتم تعيين الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيسا لتحرير اليوم السابع. ألف 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 مبروك يا علا. الله، علا لسه مش معانا. طب على ما هنتصل بعلا نقول لها مرة تانية ألف 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 مبروك يا علا، مرة واثنين وثلاثة وعشرة. وأكيد علا عندها يعني نقدر نقول إيه، نقول رؤية وتصور لمهامها الجديدة كرئيس لتحرير جريدة اليوم السابع. واليوم السابع زي ما أنتم عارفين هي واحدة من
أكتر الجرايد انتشارا الحقيقة في مصر، وعلا كمان واحدة من، يعني أنا مش عارف بس هقول إيه الكلام ده، يطلع يزعل علا ولا ما يزعل، مش عايز أقول بقى من الناس اللي قدنا، طب أنا أكبر من علا يجي ب 15 سنة، مشيها كده. لكن هي الحقيقة من أكتر الصحفيات والكاتبات اللي بذلوا مجهود كبير جدا وشقوا طريقهم الحقيقة بمنتهى الجدية وبتعب وبمشقة علشان النهاردة نوصل إن احنا نشوف علا تجلس على مقعد رئيس التحرير في جورنال كبير زي جورنال اليوم السابع. مش عايز أقولك إن أنا عندي انحياز ناحية الجيل بتاعنا، لكن لازم أبقى موضوعي وواقعي وصريح معاك. طبعا عندي انحياز وبشوف إن الجيل بتاعنا لسنين طويلة زمان ما كانش ممكن ياخد أي فرصة على الإطلاق، ولما جت سنة 2014 وبدأنا نشوف الدنيا بتتغير إزاي من حوالينا، وبدأنا نشوف إن في ثقة حقيقية ودعم حقيقي ودفع إيجابي جدا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجيل بتاعنا وللشبان اللي كانوا قدي، علا أصغر مني ب 15 سنة، أنا نزلت مصر، فببقى مبسوط وسعيد. فأقول لعلا معانا على التليفون، ألف مليون مبروك يا علا. يا يوسف الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا يوسف. عامله ايه؟ لا كله انا كويس؟ على فكره انا قدك تقريبا. لا انت اصغر ب 15 بقى، خلاص مش كده. علا انا كنت اولا بقول انه الخبر ده بالنسبه لي لطيف وجميل وسعيد، سعيد علشان خاطر انا اشوف زملاء الجيل وزملاء الكفاح كده في هذه المهنه الشاقه، مهنه البحث عن المتاعب والمصاعب، وهم بيتبوأوا المقاعد بتاعه رئاسه التحرير. ادي واحد. طبعا. لكنه لطيف وجميل انه اشوف كاتبه بتاء التأنيس، صحفية بتاء التأنيس تجلس على هذا المقعد. أظن في دي أنا محق لأنها حاجة لم نعتدها. هي. يعني كان يمكن أغلب السيدات اللي تبوأوا المناصب كان يمكن مجلات أسبوعية خاصة بالمرأة، أو كمان حتى لو روزا اليوسف والدكتورة فاطمة سيد أحمد، فيعني هي مجلة أسبوعية، ولكن موقع إخباري سياسي افتكر ان ده شويه، يعني هو زي ما انت بتقول بالظبط، الاول صحيح. والاصعب الحقيقه كمان. يعني اصعب ليه بقى؟ اصعب لان هو انت موقع كبير، موقع مهم ومؤثر، ففي منظومه ضخمه جدا، فعشان تكون انت يعني بتدير هذه المنظومه فده محتاج تركيز شديد جدا، محتاج تفرغ ذهني كامل لكل التفاصيل، محتاج قوة. ان انت عارف كمان فكرة، انا دايما بكلم النهاردة كنت مع الزملاء واحنا في صالة التحرير، بقول لهم ان الروح هي اللي بتفرق معايا، فكرة الروح الايجابية، ان الناس ما بتتعاملش على انها بعد وقت كده ان احنا بنتعامل في المكان ده مكاننا بقى وخلاص فبنعمل شغلنا ونروح. لا، الروح ان انت تبقى طول الوقت معني، ان مكانك انت يبقى في الصدارة ويبقى نمرة واحد وطول الوقت بتربينا عليه في التجربه كلها، ويعني انا يعني الحمد لله كنت من مؤسسين التجربه في السرعه والجوده في الاداء وكل ده، فده بالنسبه لي هو الاساس، ان انت تفضل محافظ على الشغل وعلى موقع المكان. كمان ان التطور في الاعلام في الميديا بقى مذهل، فانت كمان لازم هتواكب ده ازاي؟ يعني انت كمان في مهنه بتشتغل حواليك، لا في تطور مذهل الحقيقه، خصوصا في ظل التقدم التكنولوجي المرعب اللي حاصل حوالينا، فانت ازاي هتقدر تواكب كل ده وتؤهل الناس اللي عندك يبقوا مستعدين لده كمان نفسيا وتدريبيا وعلى كل المستويات. فبشوف عشان كده ان هي مهمه شاقه جدا يعني، وطبعا لازم يعني لازم كده وانا بتكلم معاك اشكر يعني الشركه المتحده لان ثقه كبيره جدا جدا جدا. صحيح. يعني الحقيقه اتمنى ان انا اكون قد الثقه، اتمنى ما اغزلش القائمين على الشركه، لان بالنسبه لي يعني ده تحدي جديد. انا كنت كده بقيت واصله مرحله الله بقى خلاص كلها لها كام سنه كده بقى ويبقى لطيف ويعيش حياه بسيطه فجاه لقيت نفسك مرمي كده خلاص في تحدي ضخم تاني يعني. فان شاء الله يا رب اللي جاي يبقى افضل، ويعني اللي انا يعني بوعد بيه والله يوسف ان انا هشتغل لاخر جهد فيا بزملائي طبعا، لان انا من غيرهم ولا حاجه الحقيقه. وانا قلت لهم الكلام ده، انا بيكم، انتوا في ظهري وانا في ظهركم وبندعم بعض، ودي تجربتنا اللي لازم تفضل مستمره وتفضل متصدره. فيعني فيا ربنا يا رب يعني اللي جاي يبقى افضل ان شاء الله. طب علا، يعني انت جايه من المربع والمدرسه النقديه، هل ده هيبقى مؤثر عليكي في ادارتك لتحرير اليوم السابع؟ ولو مؤثر هيبقى مؤثر ازاي؟ يعني هتبداي ازاي تصيغي الرؤى التحريريه بتاعه
مؤسسة ليوم السبع دي حاجة كبيرة. شوف أنا هقولك على حاجة، لأن في ناس كتير يمكن ما يعرفوش خلفية. أنا لما ابتديت صحافة أنا ما اشتغلتش سينما في الأول. أنا كل بداياتي، أنا على فكرة يعني اشتغلت في كل الأقسام. صحيح. أنا هفاجئك إن أنا اشتغلت في الرياضة، كنت بغطي حتى رياضات زي الكاراتيه والجودو وكل ده اشتغلته، كرة قدم وكل اشتغلت حوادث بالمناسبة، كنت بروح أقسام وبنزل، اشتغلت اقتصاد، اشتغلت سياسة، لأن احنا في وقت ما كنا بندرس في الجامعة كان كمان في مكاتب عربية كتير في صحيح. مصر، كنا بنشتغل من خلالها، بالنسبة لنا هي مصدر مهم يعني. فأنا من خلال ده أنا خدت زي ما تقول كده جولة يعني، هنا 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 في كل الأقسام، تحقيقات كله. فأنا بقى فيه مستقر في يقيني كده، هو أنا أميل لإيه؟ أميل أنا حابة أتخصص إيه؟ فلما قررت أتخصص أنا سينما، لأن أنا بحب السينما، وما كنتش ابدا عايزه ابقى نموذج الصحفي الفن اللي هو اين ترعرعت سيدتي اللي احنا كنا بنهزر عليه دايما ده ونسخر منه. لا، انا كنت عايزه افهم هي ايه الصناعه دي، الصناعه نفسها، الشغلانه دي ماشيه ازاي. فعشان كده درست تاني معهد السينما، ومن حبي للفن والسينما فانا بقيت مركزه في منطقه النقد ده والمنطقه النقديه، ولكن ده ما فصلنيش ان انا ابقى بتابع حاجات تانية. وزي ما بقول لك، يمكن ان الواحد احنا كنا زمان عندنا قدره على مش عايزه اقول البهدله، المرمطه الحقيقه، كنا بنشتغل وبنشتغل بجد ومن قلبنا وعايزين نتعلم. والحمد لله انا دايما بشكر ربنا ان انا لحقت كمان جيل من الاساتذه كبار اللي اشتغلت معاهم يعني. فده بالنسبه لي كان كمان علمني حاجات كثيره. اشتغلت مع استاذ أليس منصور الله يرحمه، مع استاذ عزت السعداني الله يرحمه، استاذ ابراهيم حرجيبي الله يرحمه، استاذ عبد الوهاب مطوع، يعني الرحمه ليهم جميعا. فالحقيقه ده خلاني شويه عندي اقدر اقول كده الخبره. انا ممكن كمان اقول لك انا اشتغلت اطفال يعني، ف مجلة أطفال، وكان ده من التجربة المهمة جدا. وكنت ساعتها أقول لنفسي أنا هعمل إيه في مجلة أطفال؟ الحقيقة لقيت لها مردود بعد سنين طويلة جدا لما اشتغلنا مشروع يحيى وكنوز. فأنا أقصد إن البني آدم طول ما هو بيتعلم وبيكتسب خبرات بشكل أو بآخر هيلاقيها بيستفيد منها في توقيتها المحدد دي. أنا الحس النقد اللي أنت بتقوله ده بالعكس أنا مش عايزاه يبقى زي الفترة الجاية. أنا في البداية أنا بسمع كل زملائي وبنقعد مع بعض وبنتكلم عشان يبقى عندنا هدف نطور إزاي ونشتغل إزاي. الحس النقد ده بيبقى عندي أنا بقى على نفسي، بالمناسبة أنا بمارسه أكتر على نفسي. هل أنا كده صح؟ هل أنا تمام؟ هل أنا قصرت هنا؟ لا، المفروض يبقى كذا. ده شوية لو عامل كده زي بتجلد نفسك يعني في لحظات كتيرة. بس هيكون مفيد ليك ان انت بتشوف برضو، عارف زي ما بتشوف فيلم السينما فانت عينك بتلمح ايه ممكن يبقى الخطا هنا، ايه المشكله في السيناريو فين هنا، فانت هتلمح الحاجات الصغيره دي. ده يعني كده غششتك مش هقول تاني. طب بصي، يعني انا زيك وضم نفسي لنفس مساحه الشكر للمتحده انها ادت المساحه دي وبتضرب مثل كمان مهم جدا. بس كمان هحملك بقى مسؤوليه كمان تانية. يعني المتحدة حملوكي المسؤولية بتاعت رئاسة التحرير، دي مسؤولية لا يستطيع أحد تحميلك ليها غير المتحدة. أنا جاي أقول لك بقى إيه، مدام روزا اليوسف جاي من طبعا نفس المربع، مربع المسرح مش بقى السينما، مربع النقد الذاتي اللي أنت لسه كنت بتتكلمي عليه، وعملت لنا روزا اليوسف وصباح الخير. فعلا أنت كده تاني واحدة يا يوسف، ده كلام كبير قوي. بص والله انا بكلمك بامانه، علا احنا زملاء واصحاب واخوات، فانا بقولها لك بامانه يا علا انت تاني واحده، وانت قدها وقدود يا رب. شدي حيلك، وعلى راي عبد الفتاح الاسري عشان السيما، سير يا نورماندي، سير يا علا، وربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا يا يوسف جدا، شكرا جزيلا. ده انا اللي شكرا، وانت هتضربي مثل مهم جدا لكل الصحفيات اللي لسه بيبداوا حياتهم وهم لسه في سنه اولى في الكليات اللي هم بيدرسوا فيها، مش بس كليه الاعلام، كل واحده في خيالها في حلمها انها تبقى صحفيه وتبقى كاتبه، هتبقى شايفه قدامها مش الماضي بتاع الست روزا اليوسف اللي هي بالنسبه لابناء روزا اليوسف زي حالاتي كده، انها المثل والمثل المهم والكبير والعظيم في مدارس الصحافة المصرية. بس عمليا علا كده هي نمرة اتنين، مش نمرة اتنين علشان بس هي علا يعني سيدة وكاتبة بتأتي، ما بحبش عموما المصنفات الجندرية دي، لكن عمليا هي جاية من نفس التركيبة. يمكن الست روزا اليوسف كانت بالأساس ممثلة مسرحية عظيمة ومهمة ومنتجة وتكتب نصوص مسرحية وتترجم وما إلى ذلك، ده الست روزا اليوسف خدت قرار أنها تبقى صاحبة مؤسسة صحفية عظيمة.
وتهتم بالسياسة. يعني روزا اليوسف دي كانت طالعة عشان تبقى سياسة مش عشان تبقى فن، ولما حبت تعمل مجلة أو مطبوعة أخرى للشباب فعملت صباح الخير. عندنا كاتبات كتير في مصر في تاريخنا طبعا، كبيرات جدا، أسامي لامعة في الصحافة العالمية من مصر ده أكيد، بس زي ما كنت بقولك إيه، إحنا دايما كنا نلاقي الناس بتبص لورا يقولك إيه هو فيها هيبقى زي روزا اليوسف تاني؟ يعني هل تتخيل ان ممكن يبقى رئيس التحرير جورنال سياسي بعد الست روزا اليوسف؟ ويمكن علا ذكرت الدكتوره فاطمه سيد احمد، ودي بقى حبيبتي جدا 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 جدا، وهي عارفه انا احبها قد ايه يعني، وانا دايما اقعد اقول لها انا تربيت ايديكي بس مش عاوز اعجزك ولا اكبرك. فبس المطبوعه الاسبوعيه حاجه واليومي ده حاجه تانيه خالص. ألف مبروك يا علا، وألف شكر على المداخلة، وألف مبروك مرة واثنين وثلاثة، شد حيلك قدها وقدود. طيب تعال بقى نروح على الصحف البرازيلية. الصحف البرازيلية يا سيدي العزيز بتلقي الضوء على زيارة دونجا نجم منتخب البرازيل السابق لمصر. أنا أحب النوع ده من الزيارات قوي قوي. ليه؟ لأنه بيبقى الصدى بتاعها عالي جدا، بيسمع جدا، وخلي بالك التسميعة دي مش هتلاقيها بس في الصحافة البرازيلي، انت بالتأكيد هتلاقيها في الصحافات، الصحافة الرياضية المتخصصة رياضيا يعني في حتت كتير جدا في الدنيا وفي أوروبا وفي أمريكا الشمالية إلى آخره، وهتلاقي المواقع السياحية والمهتمة بالسياحة وحاجات زي كده هتتكلم على زيارة دونجا، وده حلو. خليني هنا اخد معانا دكتور مجدي شاكر كبير مفتشي الاثار بوزاره السياحه والاثار يحدثنا عن هذه الزياره. بس الاول ازي حضرتك يا دكتور ووحشنا. تحيه لحضرتك. انا بس استاذ يوسف انا عايز اعلق على الخبر اللي قبله. عايز اقول للاستاذه علا جدتك كانت ايزيس ونفرتيتي ونفرتاري كانت هي القاضيه وكانت هي الملكه. أيوة. وهي صنعت نص الحضاره وربت الرجال اللي صنعوا ايه باقي الحضاره. فالبراءه المصريه التي صنعت الحضاره المصريه وكانت يعني ماسكه كل المناصب والله يا استاذ يوسف. وبالتالي المراه المصريه كانت طول عمرها يعني يكفي ان هي ايزيس، واذا قلنا ايزيس ونفرتاري ونفرتيتي وعندنا خمس ملكات تولوا الحكم. ثاني حاجه يا يوسف دي بس انا خبر بسيط جدا، السيد الرئيس النهارده كان له لقاء عبقري عندما التقى بزعيم طائفه البقره، وحضرتك عارف دورهم في ترميم الاثار والشغل في الاثار. كانت رساله اكثر من رائعه عندما التقى بالملك او واولاده الامراء. فدي رسالة لحوالي 300 مليون تابعين لهذا الرجل، بتقول لهم كده هذا البلد تعالوا تفضلوا زوروه، خاصة ان هم دلوقتي بيشتغلوا في مصالح اهل البيت، عملوا جامع الحاكم بامر الله طبعا، وبيشتغلوا في جامع الاقمر وجامع السيدة نفيسة اللي هيفتح خلال عدة ايام. وبالتالي هي رسالة مهمة جدا جدا، بشكر السيد الرئيس في هذه الرسالة الغير مباشرة لناس كتير جدا، خاصة ان احنا ماشيين في مسار ما يسمى بالعائلة المقدسة ودي منطقة دير سانت كاترين. وبالتالي الحاجة الثالثة هي موضوعنا اللي هو ايه مزار المزارات اهل البيت اللي هي بتتم في شارع الاشراف. أيوة. اللي فيه بيسموه البقيع الثاني لما له من حوالي من ست مراقد لاهل البيت. وبالتالي كانت النهارده حاجه عبقريه. يوسف في ثالث حاجه بس اللي هو كشف العالمين اللي كل الدنيا بتتكلم عليه. الكشف الرائع، ونحن كنا دايما بنربط العالمين بالحروب ودلوقتي الحمد لله بقينا نربطها بالبرامجات الفنيه. فالنهارده كان عندنا كشف اكثر من رائع وكشف اثار غارقه، وكلمه اثار غارقه بتدي حنين، وهي مصر اول دوله في العالم. وريتنا يا استاذ يوسف يبقى عندنا متحف للاثار الغارقه، هيكون اول متحف في العالم في هذا الاطار. انما زياره دونجا يعني مش محتاجه دعايه، لان البرازيل واذا قلنا كره القدم هي المزاج كله، وانت عارف حضرتك عارف عشق المصريين، احنا يعني بخصوص بناء كده اكلنا وغدانا وعشانا على كره القدم. وبالتالي دايما حتى المنتخب المصري احنا حافظين كل حاجه في منتخب البرازيل، اي شاب او اي طفل في اي قريه حافظ كل لعيبه البرازيل، لان احنا بنحب الكره الحلوه وبنحب اللعيب الكويس. ودونجا كان لاعب جيد ومدرب جيد، والصور اللي حضرتك بتعرضها في مقبره نفرتاري الجميله وفي بعض مقابر البر الغربي في الاقصر، مقابر النوبل، اعتقد انها هتخلي ناس كتير جدا عندهم نوع من الاشتياق. كمان هنا عندنا دلوقتي انت لاي منهم الاقصر طبعا مشهوره جدا، ولكن الصور اللي هتتعرض في السوشيال ميديا وعلى صفحته وعلى صفحه الاتحاد اللي هو البرازيلي، اعتقد ان هي هتكون يعني ذات تاثير مهم جدا ودور كبير جدا. وزي ما توقع السيد وزير الصحه والاثار احنا جالنا 10 مليون في النص الاول، ومتوقع ان يجي لنا 15 مليون، فالخير قادم. وبنقول لكل المصريين البلد دي بلد مهمه جدا وكل الناس بيحلم بيها. وحضرتك اكيد تابعت من عده اسابيع لما كان جارديولا اللي هو يعني اكبر منتخب او اكبر نجم في العالم
كان بيزور، فكل اسبوع هتلاقي عند حضرتك هذا الزخم وهذا الحب وهذا الجمال. احنا بس محتاجين نستغل الموضوع ده اكتر، يعني نلعب على الموضوع ده اكتر، الصور دي ننشرها اكتر. طبعا هم جايين في زراعه وبيحبوش الاعلام كتير، ولكن احنا ناخد من الصفحات والاعلام بتاعنا زي حضرتك كده. يا ريت كل البرامج اللي تتكلم عن هذا الاطار، عشان اولا بتدي نوع من الوعي لاولادنا، بتقول لهم انتوا بلدكم عظيمه قوي والناس بتجي لها من اخر الدنيا ومستمتعه بيها، والصور اللي بتتحط على على البروفايلات بتاعتهم اعتقد بيتابعوهم ملايين الملايين. طبعا وخد بالك حتى دكتور، وانا اشكرك جدا 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 على المداخله. الحقيقه هو واضح طبعا انه طريقتنا احنا الدوله هنا، طريقتنا في مساله كمان التسويق والترويج السياحي بتاعتنا اصبحت مختلفه. يعني احنا لسه كنا خلال الاسابيع الماضيه دي كان عندنا نوال جونسون، هذا الشاب البلوجر الشهير او التيك توكر الشهير اللي كان موجود وقعد في مصر، يعني اظن 3 أو 4 أسابيع. انا حتى قعدت بصيت على الاكاونت بتاعه لسه من كام يوم وشفت الفيديوهات اللي عملها وهو في مصر. اقل فيديو لنوال روبنسون عامل يجي 8-9 مليون اقل فيديو، وهو عامل له مثلا بتاع 25-30 فيديو نازلين على الاكاونت مصر بس، مصر بس. فانت بتتكلم في مئات الملايين من المشاهدات اللي حصلت عن طريق تيك توكر واحد، وده انعكس يعكس ايه؟ ذكاء اللي جاب نوال روبنسون لهنا يزور ويتفسح ويتعامل مع الناس ويعمل الرقصات بتاعته ويهزر ويضحك ويتصور ويعمل فيديوهات الى اخره. دي ذكاء، ده نباهة. أشكرك مرة تانية يا دكتور مجدي، كل الشكر دكتور مجدي شاكر كبير مفتشي الآثار بوزارة السياحة والآثار. انتظرونا بعد الفاصل. المرحلة الثانية احنا عملنا المرحلة الأساسية، ويمكن حضرتكم شرفتونا فيها، والمشروع أصلا مبني على إزاي نغطي القصور في إعداد اللاعب المصري في الجانب النفسي، وخاصة لما معالي الوزير راح دورة طوكيو وشاف إن كان ممكن نغطي إنجازات أكتر في حالة إن احنا قدرنا نكمل هذا العمل اللي جوه منظومة التدريب الرياضي الحديث. طبعا هو الإعداد النفسي أصبح دلوقتي توجه دولة، وطبعا بدأنا الأول بالمستوى الأول والمستوى الثاني، أخذنا طبعا مهارات عقلية ونفسية مهمة جدا للرياضيين. طب إيه سبب الحاجة للموضوع ده؟ ده بناء على أبحاث تمت في المجال ده، لقيت إن إحنا عندنا مواهب تمتلك الإمكانيات البدنية والمهارية والخططية، ولكن للأسف مش بنحقق. فالأبحاث وجدت إن إغفال الجانب النفسي هو السبب الكبير في ان احنا ما بنحققش النتائج المرغوبه. هي خطوه مهمه ونقله مدروسه ومحسوسه بالنسبه للاداء الرياضي والرياضه المصريه بوجه عام، باعتبار طبعا الجانب النفسي من اهم الجوانب الى ان يكون الاهم، وطبعا السبب الرئيسي في احداث الفارق خاصه في المنافسات. طبعا اللعيبه والمدربين وكل الاداء الرياضي شعروا باهميه المجال النفسي او اهميه الاعداد النفسي والجانب العقلي. بدانا النهارده مرحله المستوى الثاني، انجزناه في المعد النفسي الرياضي. المستوى الثاني كان بيتضمن مستوى متقدم للمستوى الاول اللي احنا خدناه. المستوى الاول تضمن المهارات الاساسيه، وغطى معانا جزء كبير من المهارات اللي احنا بنقدر نستخدمها في عمليه الاعداد النفسي للرياضيين في المشروع القومي للموهبه والبطل الاولمبي. تم اعداد المستوى الثاني، واحنا ان شاء الله في مستويات اخرى. لما بتتكلم دلوقتي على الجينوم المصري بالفئه اللي موجوده دلوقتي ما بين القوات المسلحه وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الشباب، ده نوع من التأكيد على السمات من خلال الجين. يعني انت بتبقى سابق عمليات الاختيار والانتقاء البدني او الفسيولوجي، فانت بتاخد الجين وبتتوقع منه مثلا مجموعات الالعاب المختلفة مرتبطة بوظائف معينة وقدرات بدنية معينة. هذه القدرات البدنية المعينة بيبقى مثلا تحمل سرعة، لياقة بدنية عامة، قوة متفجرة، تحمل قوة، يعني كل لعبة من الألعاب لها مواصفاتها. الحمد لله احنا النهاردة حدثين كبار زي ما حضرتك قلت، ده فكر جديد وشغل جديد، أسلوب علمي وطريقة علمية، إزاي إن احنا نقدر
ان احنا نشتغل بالاسلوب العلمي، ده اللي بيفرق. المستويات الرياضيه العليا بتختلف دلوقتي، لازم الناحيه العلميه بتتدخل والناحيه الطبيه. بدانا نشوف الاساتذه المتخصصين ونجيبهم على اساس ان احنا نبدا نطلع باحدث منتج نقدر نحقق من خلاله الابطال، بجانب طبعا المشروع المعد النفسي طبعا اللي احنا بنعلن عنه النهارده اللي هو المرحله الثانيه اللي بداناه بتعميم للمديريات وكليات التربيه الرياضيه، وتقدم لنا في حدود 201. معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي النهارده زي ما حضراتكم عارفين اعلن على الجينوم الرياضي في يعني التنسيق وعمل البحوث العلميه مع جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. فريق عمل متكامل من جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا من كليه البايوتكنولوجي سوف يشارك باذن الله سبحانه وتعالى في البحوث الخاصه بتحديد من هو البطل الذي سوف يستطيع ان يحقق اعلى الدرجات ان شاء الله في البطولات العالميه والاولمبيه باذن الله. في هذا المشروع الكبير جدا احنا هندخل الجينوم الرياضي المصري. الجينوم الرياضي المصري مبني على التحليل الجيني في عمليه الانتقاء من البدايه، اهمها المشروع القومي للموهبه والناشئين، وايضا التحليل الجيني وما يتتبع للبطل الرياضي، وعمل جين رياضي مصري لكل الالعاب وتصنيفه في كل الالعاب. العلمين مش مجرد مدينة متألقة عادية، العلمين مدينة للثقافة والفنون والعلوم والرياضة والمهرجانات والموسيقى والسينما. العالم عالمين. مهرجان العالمين الجديد 2023 لسه شغال بحمد الله بمنتهى النجاح، فعاليات استثنائية، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط. خليكم فاكرين في يوم قريب، لو ما كانش الصيف الجاي هيبقى الصيف اللي بعده، هيبقى واحد من أهم المهرجانات في البحر المتوسط بالكامل، مش بس في الشرق الأوسط. معايا على الهواء مباشرة زميلي العزيز كريم بيبرس. يا بخ يا كريم. مساء الخير يا يوسف، ومساء الخير على كل مشاهدي برنامج التاسعة. يعني الحقيقة يا بختي، يمكن يا بختي مش بس عشان زي ما كنت بتقول انه مهرجان العالمين من اهم المهرجانات اللي موجود دلوقتي في الشرق الاوسط، لكن الحقيقة انه كمان احنا محظوظين انه الفترة دي فترة الحر والصيف وصعب جدا الصبح. من حسن حظنا انه فعلا النهارده واليومين دول الجو بالليل ممتع جدا جدا جدا، ودي ميزه من المميزات المهمه جدا جدا في العالمين اللي هيجي دلوقتي يحضر المهرجان او هيحضر الحفلات اللي موجوده او يحضر العروض اللي بتبقى موجوده، هيبقى مستمتع جدا جدا، وهتبقى فرصته الحقيقه انه يهرب من الاجواء الصيفيه خصوصا في ظل التغيرات المناخيه الكبيره اللي بنعدي بيها في مصر والعالم كله. من حسن حظنا انه العالمين الحقيقه اليومين دول حقيقي جواها ممتع جدا جدا جدا، والهواء ونسمه الهواء دلوقتي موجوده حوالينا وانا بكلمك حقيقي كانت حاجه يعني مبدعه، حاجه ابداع حقيقي حقيقي. لكن كمان يوسف خليني اقول لك انه المميز انه اللي بيجي يسمع مهرجان او حفله دايما هيسمع عن فكره الشباب، العائلات اللي بتيجي تتفسح، وده موجود بالفعل. لكن كمان كان في نقطه مميزه جدا الحقيقه شفتها، وجود الاطفال. دايما العائلات كانوا دايما اكتر حاجه بيعانوا منها لما يجوا معاهم اطفالهم انه هل بس هيبقوا مرتبطين الصبح بس بالبول اللي هينزلوه البسين او هينزلوا البحر بس، ويجوا بقيه الليل بقى تعبانين نقعد في المطعم بس ولا يعملوا بيهم ايه. لكن الحقيقه ان الكورنيش الحقيقه اللي موجود اتعمل جديد مدي مساحات واسعه جدا للي حابب الاطفال ان هم يلعبوا بالعجل موجود فيه، حابين ان هم يلعبوا بالباتيناج متاح، الاماكن الاطفال متاحه طول الوقت. فالعيله لما هتيجي دلوقتي العالمين الحقيقه سواء كانت عيله مصريه او غير مصريه، خصوصا عشان المهرجان اللي موجود، هيجوا ان هم يستمتعوا بوقتهم سواء الصبح او بالليل او في وسط اليوم، هيقدروا العائلات كلها تستمتع، الشباب هيستمتعوا. فدي كانت نقطه الحقيقه ايجابيه جميله جدا جدا، الاطفال قد ايه مستمتعين بوقتهم. الفترة اللي فاتت يعني لاحظنا الحفلات اللي حضرناها سوا، سواء بقى الكينج الكبير محمد منير وليه البصمة الخاصة بيه، وقد ايه الناس كانت يعني منبهرة وجاية له مخصوص، طبعا هو ليه عالم خاص وليه متابعينه الخاصين، وكمان النجمة العالمية أليسا. لكن الأسبوع ده كمان الحقيقة في نقاط مهمة جدا جدا هنتابعها، يعني مثلا الخميس الجاي عندنا الموسيقار العالمي عمر خيرت، طبعا الناس بتجيله مخصوص، عمر خيرت من مصر ومن بره مصر، الإخوة العرب متواجدين بكثرة الحقيقة
في العالمين الجديدة. الحقيقة أنا كمان لاحظت وجود الأجانب من أوروبا ومن الولايات المتحدة الأمريكية موجودين كمان على الممشى معنا وبيتمشوا وبيستمتعوا بالأجواء الخاصة بالعالمين الجديدة. يمكن ليها دايما مميزة مصر بفكرة الشواطئ والبحر والشعب، ولكن العالمين الجديدة كمان فتحت أبوابها للشواطئ بعد ما نظفتها. بعد ما كنا بنيجي العالمين الجديدة كان دايما بنسمع قد إيه العالمين الجديدة، وإحنا عارفين أرض الألغام، يعني اللي كان حابب يخلص من حياته كان يجي العالمين الجديدة الحقيقة، كان يجي العالمين عفوا ساعتها. دلوقتي أنت بتيجي العالمين الجديدة عشان عكس كده تمام، تيجي تستمتع بحياتك، تيجي ترفه عن نفسك، وبتيجي تحضر أنت وعيلتك والشباب وأي حد يقدر يجي الحقيقة العالمين الجديدة. هي مكان ما فيهوش بوابات، كل اللي حابب يحضر هيجي، هيقدر يحضر الحفلات اللي موجودة، هيجي يحضر يتمشى على الكورنيش، يقعد على الكورنيش، يخش البحر، كل شيء متاح الحقيقه. كمان بجانب عمر خيرت الموسيقار العالمي كمان الحقيقه هيكون في حفله خاصه بالفنانه الكبيره كارول سماحه، هيكون في كمان حفل لمسار اجباري، عشان كده كل الفئات العمريه هيبقى قادرين ان هم يستمتعوا باوقاتهم الحقيقه في الاسبوع ده. بجانب الاحتفالات والحفلات اللي موجودة والاستعراضات اللي بتبقى موجودة الحقيقة، في كمان جزء مهم جدا هو طبيعة المكان. طبيعة المكان طبعا طبيعة شاطئية، البحر موجود، فالحقيقة انه في بطولة الكرة، كرة الطائرة الشاطئية دي بطولة عالمية بتحرك في كذا مكان. فكرة البطولة دي بتحرك في كذا مدينة في العالم، قرروا انه المرة دي يكون في نقطة مهمة جدا وهي في العالمين الجديدة، ودي نقطة هامة هتكون هتبني على اساسها وجود البطولات دي بشكل عام هنا في العالمين الجديدة، وكمان الناس تيجي تقدر تحضر وتتفرج. بجانب الكرة الشاطئية كمان الحقيقة في أماكن ومسارح داخل الممشى نفسها للاستعراضات الخاصة بالشباب الصغير، الفرق الصغيرة الموسيقية اللي بيطلق عليها الأندر جراوند كمان موجودة، اللي حابب يجي يعني يعرض موهبته من الفرق الصغيرة موجودة في أماكن للاستعراضات هنا في الممشى الجديد في العالمين. عشان كده إنه المهرجان بشكل أو بآخر متكامل، قادر إنه هو يجذب الانتباه للعائلات الكبيرة، قادر يجذب الانتباه للشباب، قادر يجذب الانتباه للأجانب، قادر يجذب الانتباه للمصريين. كل شيء الحقيقة متاح هنا في العالمين. كمان الممشى يمكن جميل جدا عشان هو مش بس بيبص على البحر، لكن كمان بجانب المكان اللي بيقام فيه الحفلات والاحتفالات اللي بتبقى موجودة، مش كل الناس بتلحق تحجز التذاكر، مش كل الناس عندها القدرة انها تدفع ثمن التذاكر. كمان في شاشتين عملاقتين موجودين على الممشى، واحدة اما في الابراج او اخر الممشى، ممكن انت وانت قاعد تتفرج على الحفلة بشكل عام كأنك قاعد تتفرج عليها في التلفزيون، موجودة الحقيقة، فتقدر انت تستمتع بالجو اللي موجود وكمان تستمتع باجواء الحفلة بدون ما تكون داخل الحفلة. فالصورة بشكل عام مبهجة. كمان اتكلمت مع الناس الحقيقة اللي كانوا موجودين النهاردة في الممشى، واتكلمت مع العائلات، واتكلمت مع الشباب الصغيرين، واتكلمت مع الأطفال، وقد ايه هم مبسوطين جدا جدا الحقيقة بوجودهم في العالمين، وقد ايه كمان الناس اللي كانت دايما بتيجي الساحل الشمالي بشكل عام، بتيجي القرى، بتيجي الأماكن المختلفة، قد ايه دلوقتي العالمين الجديدة بقى ليها طابع خاص ليهم وحبوا يجوها. كمان المول اللي موجود جديد مع الأبراج، الناس بتجيله مخصوص تتمشى فيه، تقعد فيه. إذن هي المهرجان شامل وكامل، خصوصا بعد ما عدى تقريبا 20 يوم او اكتر من 20 يوم، لان هو طبعا 45 يوم هيوصل لحد 26/8، بيستهدفوا ان احنا نوصل لمليون زائر. بالفعل الاقبال رهيب، والبسمه كانت الحقيقه مرسومه على وجوه كل الناس اللي اتكلمت معاها النهارده. يوسف، حاجه جميله يا كريم، وانا مش عايز احسدك، ما شاء الله، ربنا يا رب يعني يسعدك في الكام يوم اللي انت قاعدهم هناك وترجع لنا طبعا بالف صحه وسلامه. حاجه عظمه عظمه عظمه. انا بشكرك يا كريم، كل الشكر للزميل العزيز كريم بيبرس. خدت بالك كريم قال ايه؟ قال جمله مهمه جدا، قال لك يا جماعه انا كمان مش بس لاحظت انه في سائحين من الاخوه العرب، لا ده في ناس جايه من اوروبا وناس جايه من امريكا. انا هنا هحط لك بس قوسين كده، ركز فيهم واحده واحده. هو احنا كنا نعرف ان السياحه الاوروبيه او الامريكيه بتيجي جنوب سيناء، بتيجي البحر الاحمر، بتيجي سيوه، بتيجي الاقصر واسوان، بتيجي القاهره، تمام؟ كانت بتعتمد اكتر اما على انها سياحه ثقافيه، المزارات والحاجات الجميله اللي عندنا والاثار العظيمه، او انه بيجي السياحه بتاعه الغطس والشاطئ بس ناحيه البحر الاحمر، او السياحه البيئيه اللطيفه ويعيش حياه مختلفه جوه سيوه، الفيوم، كلام من ده. هو احنا كنا واحنا ماشيين في الساحل الشمالي بنشوف اوروبيين وبنشوف امريكان؟ ما حصلتش. طب دلوقتي بقت بتحصل. كل حاجه بتحصل في مصر دلوقتي في خلال الثمان تسع سنين اللي فاتوا دول بتتولد كبيرة. انت عارف العالمين كلها عمرها كم سنة؟ من ساعة ما قلنا هنبني واد احنا بنينا العالمين الجديدة 2018، يعني اول جروف، اول لودر يرفع شوية رملة
2018. اللي انت شايفه ده بدأ تأسيسه كده، أساسات حفر، نعمل بحيرة هنا، نعمل كده، مش عارف ايه كلام 2018. يعني في أقل من 5 سنين بقى عندك كل ده. عمليا العالمين موجودة وإحنا بنروحها وما إلى ذلك، بقى نقول إيه 2.5 3 سنين. لكن أنها تتحول إلى وجهة سياحية عربية وأوروبية، ده جديد. الحاجة في مصر بتتولد كبيرة، وعشان مصر كبيرة. خلوني أخدكم ونروح لتقرير حلو. هو حوالين إيه؟ محافظة البحيرة نظموا امبارح ندوة تحت عنوان اختار كليتك، بالمناسبة دي ليها علاقة بالفقرة بتاعتنا برضو، بمشاركة 15 جامعة حكومية وأهلية. طيب ليه؟ عشان بنلقي الضوء على طبيعة الكليات المختلفة والبرامج الدراسية، وبالتالي تؤهلك إلى المجالات المختلفة اللي أنت نفسك فيها وهتكبر فيها وتبدع فيها وهكذا، ويحصل عملية توعية وتثقيف لطلاب الثانوية العامة المتخرجين من الثانوية العامة، دول بيتخرجوا من المدرسة علشان خاطر وهو داخل الكلية وهو داخل الجامعة يبقى فاهم هو مقبل على ايه، ويتشرح له بقى المعايير الأساسية اللي بناء عليها يتعمل الاختبارات علشان خاطر يتقبل في الكلية دي ويروح لأنهي كلية ويقدر يختار تخصصه ويكبر فيه. شوف التقرير ده حلو وعجبني ويدخل الدماغ. احنا بنعتبر ده ملتقى الطلاب، ولادنا كلهم يعرفوا ايه هي امكانيات الجامعات وامكانيات المعاهد عشان يقدروا يتواصلوا معاهم، لان كتير جدا احنا بنلاقي اولادنا بيسالوا بحيث عايزين يعرفوا الاماكن عشان يقدر يختار المناسب لمكانه لميوله عشان يقدر يستفيد بيها، لان لازم نبقى عاملين حسابنا ان في المستقبل القريب ولادنا اللي احنا بنشوفهم دول هم اللي هيشيلوا مسؤوليه البلد في المستقبل القريب. يعني طبعا الندوه دي للعام التالي على التوالي بمحافظه البحيره، احنا بنهدف من الندوه دي ان احنا نعرف ولادنا الجامعات الجديده اللي موجوده اللي فخامه الرئيس افتتحها العام الماضي السنه دي بالذات، والجامعات والكليات التكنولوجيه اللي موجوده، وبنعرفهم بكل الجامعات والمميزات اللي موجوده في كل جامعه، كل جامعه بتعرض مميزات اللي عندها لاولادنا، وعشان نخلي الطالب يختار المجال اللي بيحبه. الجامعات العالميه الدوليه هي بتبقى حريصه ان هي تشارك في جميع الندوات المماثله علشان تعرف الطلبه على التغييرات اللي تمت في خريطه التعليم العالي في مصر، على البرامج المتميزه اللي موجوده في جامعه العالمين الدوليه في واحده من المدن الجديده في مصر، المدن الذكيه، مدينه العالمين الجديده. فدي بتبقى يعني دور مهم الحقيقه من الدور اللي بتقوم بيه الجامعه علشان تعرف طلبه الثانوي على البرامج المتميزه اللي موجوده في الجامعه. في تنافس بين الجامعات في التخصصات المختلفة، ودي أهميتها في تعريف الطالب. في بعض مثلا أبناء الطلاب في الثانوية العامة ما بيعرفوش مثلا تخصصات أو إيه الجديد في التخصصات اللي بيفتهم وممكن يلتحق بيه وأهميته في سوق العمل والتحقه بسوق العمل. إحنا بنيجي هنا عشان نعرف شوية الطلبة عن المجالات اللي متاحة في جامعة العالمين، وبنيجي بنعرضها بطريقة مختلفة شوية عن أي جامعة قدمتها، إن مش الإدارة هي اللي بتيجي نتكلم، إحنا كطلبة مرينا بتجربة نفس كنا في مكان الطلبة التانيين دول، فشوية بيبقى في سواء نوع من أنواع الكونكت ما بيننا إن هم يفهموا شوية عن كل كلية. الندوة ديت هتعرفنا الكليات، نظام الكليات، جامعة فاروس مثلا، الجامعة اليابانية، جامعة دمنهور اسكندرية، فاحنا هنستفيد برضو من الندوة ديت من نعرف الجامعات، نظام الجامعات ماشي ازاي، الحاجات دي كلها. بالنسبة لأكتر خطأ شائع الطلبة وتقع فيه ان هم مش بيسيفوا رغباتهم بعد التسجيل، اللي هو خلاص انا هدخل على الموقع هسيف هكتب رغباتي ومع السلامة كده مشيت خلاص، لا انت لازم تعمل سيف للشغل بتاعك، انت كده كأنك ما قدمتش لو ما عملتش سيف. تعال بقى على الفقرة بتاعتنا، ومن الآخر كده هي الفقرة اللي لازم يتابعها أولياء الأمور والطلبة اللي نجحوا في الثانوية العامة، كل ما هو متعلق بتنسيق الجامعات في 2023.
طيب هنتكلم في ده ازاي؟ هنتكلم في ده عن المسؤول المشرف على اعمال مكتب التنسيق استاذ سيد عطا. منورنا. مساء الخير يا سيدي. عامل ايه يا فندم؟ كل سنه وحضرتك طيب. الحمد لله نحمد ربنا زي الفل. اخبار التنسيق ايه؟ زي الفل والله. مفيش مؤشرات كده؟ طبعا احنا بنطمن ولادنا ان شاء الله ان كل طالب حصل على الثانويه العامه هذا العام له مكان في التعليم العالي ايا كان وفقا للمجموع. حلو. يعني ده مبدئيا يعني كل طالب ناجح له مكان في التعليم العالي. جامعات حكوميه، جامعات خاصه، جامعات اهليه، جامعات خاصه، جامعات تكنولوجيه. ده كل انواع التعليم موجود عندنا في مصر. يعني كل انواع التعليم موجود في مصر حاليا دلوقتي. جميل. لكن مفيش مؤشرات كده تقول لنا مرحله اولى؟ المرحله الاولى بدات من يوم السبت. من يوم السبت اللي هو كان 5 هتنتهي يوم الاربعاء اللي هو 9 باذن الله. ده بالنسبه احنا طبعا المرحله الاولى احنا مقسمينها شرايح لعلم، علم علوم، علم رياضه وادبي. والحدود الدنيا بالنسبه لشعبه علوم 88 في المية فاصلة 29. حلو. رياضة 83.41. أدبي 70% فاصلة 61. ده الشريحة اللي متقدمة للمرحلة الأولى بإذن الله. وياريت كل طالب في المرحلة الأولى ما يترددش في أنه يقدم في هذه المرحلة. يعني الطلبة المستهدفين في هذه الشريحة ياريتهم يبداوا في تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الالكتروني. في ميزه برضو يا يوسف بيه ان الطالب في خلال الفتره دي يقدر يعدل رغباته براحته. يعني خلال 5 ايام طالب غلط يقدر يعدل رغباته تاني يكتبها. كمان في حاجه بنفاجئ بعد نتيجه التنسيق يوسف باشا ان الطالب يقول لي ايه، انا اصلا في الكليه ما كتبتهاش، اصلا دي الكليه دي نسيتها، وبعد يعني نتيجه التنسيق ما فيش عدد ترشيح. فانا من النهارده احنا قدامنا اليوم الاربعاء ان شاء الله الطالب يركز في كتابه رغباته. واحنا مش مستعجلين، كتابه رغباته ما بتاخدش بتطلع 10 دقائق بالظبط. والموقع ايام زمان ايام ما كنا بنلزق الطوابع، لا دلوقتي الطالب وقعت في بيته الموقع مفتوح ل 24 ساعه. الموقع مفتوح طول 24 ساعه، الطالب يقدر يسجل مره واثنين ثلاثه، تردد في رغبه يقدر يكتبها. انا النهارده يعني عاوز ادخل كليه الطب، عندي 25 كليه الطب اكتبهم بالترتيب، لان في طلبه بتيجي تكتب ايه، تكتب لعند الرابع 20 وتقول لك انا خلاص انا مجموعه كده خلاص انا ضامن ان انا مش هعدي الرغبات دي. انا بنصح الطالب اكتب ما دام انت عاوز تدرس طب لازم تدرس تكتب كل كليات الطب بالترتيب بالترتيب. يعني طبعا عندنا منطقه الف. طب افرض كتب ال 25 رغبه كلهم طب وفي الاخر خالص جه التنسيق قال له لا ما انتش طب. ما وفقا لمجموعه. وفقا لمجموعه انا النهارده ما هو مش كل طلبه هتخش طب. يعني الطلبه ديت طبعا احنا لنا عدد محدد من الاماكن مرتبط بال انا بدي مثال لطب مثلا عشان احنا بنتكلم في مرحله اولى. هندسه، حاسبات، معلومات، تجاره، ادب. بالنسبه للادبي بالنسبه يعني ما بكلمش على زمان يقولوا لنا ايه ما تكتبش مثلا ما تكتبش كله طب، سيب ايه اخر 3 كليات حاجات تانية عشان لو ما جاتش طب تعرف. لا انا عندي 5 رغبة. يعني في 75 رغبه الطالب يكتبهم. فانا عندي 25 كليه طب في الاول لو انا عايز طب. عاوز طب اكتبهم كلهم بالترتيب. مثلا هندسه، عندي 27 كليه طب هندسه اكتبهم بالترتيب. لان في طالب يجي يكتب لعند الرابع 20 هندسه ويفاجئ بعدين نتيجه التنسيق ان كان مجموعه يوديها هندسه اسوان، هندسه جنوب الوادي، وبعدين يجي يقول لي انا كان مجموعه يجيبها بس نسيت اكتبها، انا ما كتبتهاش. فانا بنصح ما هو في الحاله دي ركز احنا ما قدامكش حاجه، احنا الموقع والدوله موفره لك. اولا التسجيل مجاني يعني ما فيش طالب بيدفع عليه فلوس. فانت اكتب براحتك، انت ما انتش عارف تكتب رغباتك. عندنا الجامعات الحكوميه كلها، جميع الجامعات 27 جامعه فيها معامل حاسب آلي ومتخصصين يقدر يساعد الطالب. انا مش عارف اكتب رغباتي، اتوجه لاقرب جامعه ليا. حتى الطالب لو قعد في مصيف يروح لاي جامعه عشان خاطر ما تجيش انت تغلط بعد كده وما ينفعش ندم بعدين. فانت قدامك فتره حاجه عظيمه. يعني وانت قاعد بتصيف ولا هيبقى عامل زي على ايامنا ننزل ونروح نجيب الظرف بتاع التنسيق ونقعد نشتغل ونلزق وبعدين ناخد بعضنا ونروح نقدم الظرف. والطبيعي لو 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 اتقطع ما تعرفش دي الطبيعي يعني. لا انت النهارده تقدر تعدي رغباتك عدد من المرات، ومكتب التنسيق بياخد باخر تعديل الطالب عمله. فيا ريت الطالب يركز في كتابه رغباته، لان انت قدامك فرصه. انا والله يا يوسف بيه بفكر ان الطلبه يعني بتستعجل جدا في كتابه رغبات. انت ما عندكش يعني انت وراك ايه؟ انت طول السنه الطالب قاعد يذاكر وعيلته قاعده طول السنه يعني على اعصابها. انت في كتابه الرغبات دي لان دي مستقبلك، ركز فيه قوي. لان احنا كوزاره وكدوله احنا فاتحين لك الموقع، عدل براحتك، اكتب رغباتك براحتك، نسيت كليه اكتبها تاني، عدل اللي انت عاوز تعدله. بس في اخر تعديل انت اللي تعمله هو اللي مكتب التنسيق بيرشح الطالب على اساسه. فدي نصيحه مهمه جدا، دي اكتر اخطاء الطالب يقع فيها.
حلو جدا. طيب ما بين بقى ان احنا اتكلمنا شويتين على المرحلة الاولى بشكل عام وانا بقدم، فممكن ابقى مش داخل الجامعات الحكومية، داخل المعاهد الخاصة، والمعاهد الخاصة دي حدوتة، لان في منها اللي هو على رأي الجوهرجية يافت ده تمام ومعتمد من الوزارة، وفي بقى المعاهد الوهمية والإعلانات الوهمية والتهجيس بقى اللي بيجرى والنصب على خلق الله. انت بتتكلم في حتة مهمة جدا. اولا التهجيس والنصب ده بينتشر اليومين دول قوي في فترة التنسيق، يجي ينزل الإعلانات طبعا كمكتب تنسيق، يعني ما حدش يقدر يقرب منه، يعني طبعًا الجهات الامنيه كلها محوطه المكتب التنسيق، ما حدش يقدر يقرب يعني، لانه كان زمان يوزعوا اعلانات وكده. انا بنصح الطالب، انت عاوز دلوقتي بيحط الاعلان بتاعه على فيسبوك، اقفشه بقى. ما احنا بنقفشه، كان عندنا لجنه ضبطيه قضائيه وبنطلعه للجنه، يعني ده ما فيهاش نقاش يعني، وبيتقفل يعني. معالي الوزير بيتعرض عليه تقرير وبيواجه بيطلع قرار الوزير بغلق هذا الكيان. حلو. وبنبلغ المحافظ عشان يقفله كناحيه اداريه. حلو. احنا بننصح الطالب الوقت، انت ادخل على موقع الوزاره، ادخل على موقع مكتب التنسيق، كل المؤسسه التعليميه المعتمده موجوده على موقع الوزاره، ما دون ذلك فهو كيان وهمي. يعني كل اللي مش موجود على الموقع ماليش دعوه، مالكش دعوه بيه خالص، ده كيان وهمي، ما تتصلش بيه. ما تقولش طب بس اتاكد. انت قدامك، بص حضرتك، عندنا 27 جامعه حكوميه، عندنا 175 معهد خاص، عندنا 44 معهد حكومي، عندنا 10 جامعات تكنولوجيه، عندنا 20 جامعة أهلية، عندنا 27 جامعة خاصة، عندنا فروع للجامعات الدولية، جميع مؤسسات التعليم موجودة في مصر. يعني أنت مالكش حجة عشان تروح لهذا المكان، وبعدين أنت هتروح له ليه؟ ما كل الدولة موفرة كل أنواع التعليم، يعني من لعند 50% هتلاقي مكان. فأنت بتروح، وبعدين في طلبة بقى يقول في، وبعدين برضو في حاجة تانية، الجماعة اللي بيعلون عن نفسهم الكيانات الوهمية دي بيختار تخصصات يعني براقة شوية، إعلام، تمريض، بيشوف السوق عاوز ايه، اعلام، تمريض. طبعا احنا بنقفل الكلام ده كتير جدا، هم دايما بيشتغلوا في الحتت اللي بيلاقوا فيها يعني اقبال. فانا بنصح الطالب، احنا عندنا كل انواع التعليم موجود، انت ما تروحش هذا المكان، لان انت بتضيع سنه او اتنين من عمرك وتفاجئ ان انت بعد كده، وبعدين يقول له ايه، بيأجل تجنيد كمان، يعني بتوصل لكده. ايوه. طبعا الطالب بيفاجئ بعد وهو بيدرس ان هو مطلوب بالتجنيد. طب انت ليه، انت عندك، عندنا جميع مؤسسات التعليم بتاجل التجنيد لحين ما تخلص المرحله الجامعيه بتاعتك، فانت ليه تروح لهذا الكيان؟ ما هو في بقى كمان ساعات من اولياء الامور والطلب اللي بيقع في الفخ، اللي بياخد بعضه ويروح على المقر بتاع المعهد اللي هيقلق الوهمي ده، فيقول له بس انا دخلت على الموقع ما لقيتكش. فبيروح الرد هنا بقى ايه، لا ما احنا مقدمين، ده احنا خلاص 4 أشهر وهناخد الاعتماد وهنبقى مرخصين واحنا زي الفل، او اصل احنا هنطلع بس بسنه اولى وان شاء الله في سنه تانية ابنك ولا تشيل هم. نقول للناس دي ايه؟ طبعا يبتعد عن هذه الاماكن خالص، لان انت عشان ترخص معهد خاص النهارده او اي مؤسسه تعليميه دي لها اجراءات طويله جدا يعني. طبعا. وبعدين في حاجه برضو، يعني انت النهارده كطالب بيروح يدرسوا في شقه 300 طالب، 500 طالب في شقه، افرض الله يقدر حصل اي مشكله، امال احنا بالنسبه للمعاهد او اي مؤسسه تعليميه بيبقى طبعا في الامان، يعني جميع وسائل الامان موجوده. بالنسبه امال انت هتروح تأدي في مكان ما انتش ضامنه وهتضيع سنه ولا اتنين من عمرك، وبعدين ترجع تاني، يرجع يجي لنا الوزاره. طب احنا كوزاره نعمل لك ايه؟ احنا بنحذر، بنقول لك يا حبيبي يا ابني، انت ما تقدمش في اي كيان من هذه الكيانات الا ما تدخل اعماق الوزاره وتتاكد ان هذا الكيان معتمد من وزاره التعليم العالي، ما دون ذلك فهو وهمي يعني. طب هو لسه لحد دلوقتي يا فندم، كان زمان كده بتحصل حاجات غريبه، يقول لك مثلا ايه، جامعه ما يعرفش شو اي حاجه بالانجليزي بالالماني بالفرنساوي، ومقرها فمش عارف ايه في ولايه نيويورك، اي كلام فارغ. وفي ناس بتتاخد ورا الوهم ده على انه الواد بقى هياخد الشهاده بتاعته من امريكا والشهاده بتاعته من انجلترا، بس احنا عاملين مقر في مصر، مقر اونلاين وبندرس فيه بطريقه التدريس اونلاين. لسه الكلام ده موجود؟ موجود، وبيختاروا اسامي براقه، اسامي جامعات كبيره يعني للاسف يعني، بس احنا ما بنسيبهمش يعني. انا النهارده مثلا كان لجنه ضبطيه قضائيه في احد الاماكن النهارده، وبكره رايحه اماكن، يعني احنا يوميا، احنا دلوقتي قفلنا حوالي ما يقرب من 350 كيان وهمي، قفلناهم قفل كيان بتحقق 350 350 لعند النهارده وانا قاعد مع حضرتك 350 مكان، وفي لجنه ضبط القضيه متحركه بكره، يعني احنا مجرد ما بيجي لنا اي شكوى
بتيجي شكوى مع الوزير الدكتور ايمن, بتيجي حد بيجي يكتب شكوى في الوزاره, بتجي لنا على الواتس, بيتحرك المعالي الوزير بيحرك لجنه القضائيه فورا, لان ده بيتاجر في عقول ابنائنا, ويعني بيخش في اماكن مش كويسه. وبعدين ما انتش عارف بيعلموا ايه الطلبه, ما انت خد بالك برضو الفكر اللي موجود, ما انتش ضامن هو بيعلموا ايه, بيدرسوا ايه للطلبه. فاحنا من خلال البرنامج بننصح اي طالب ما تقدمش في اي مكان من هذه الكيانات الا ما تتاكد من موقع وزاره التعليم العالي, ما دون ذلك فهو كائن وهمي. والموقع سهل ومتاح وموجود, ما فيش مشكله. وبعدين انت النهارده دوس الزرار يعني. انت النهارده انت جاي تقدم في مكتب التنسيق, ادخل على موقع التنسيق, ادرس شوف كل الكليات, ادرس شوف المعاهد, بص على كل حاجه. وبعدين احنا عاملين على الموقع دليل للثانويه العامه, دليل للشهادات الفنيه, دليل لشهاده المعادله العربيه الاجنبيه, كل انواع يعني الادله دي موجوده بشرحه وافيه للطلبه كلها. فياريت برضو كل طالب قبل ما حتى يا سيدي وهو بيسجل الغلطات ويخش على الدليل يقراه مش ياخد منه 5 دقايق, لان الطالب بيستعجل, مش عارف بيستعجل ليه. ايه اللي من واقع الخبره, احنا بقالنا سنين من ساعه ما اتعمل اول ترخيص لمعهد خاص, اظن بقالنا يجي 31 سنه دلوقتي, من واقع الخبره فن, ايه اللي بيخلي ولي امر وطالب يقعوا في الفخ ده؟ يعني الصناره دي ايه الطعم؟ طبعا هو زي ما قلت لحضرتك, مع انه قدامه المعتمد, هو برضو الطالب ما جابش مجموع يدرس مثلا اعلام, يدرس تمريض, يدرس سياحه, من عندي لحد 50% ماشي, فبيروح للمكان دوت, الاعلانات بتبقى براقه قوي قوي يعني, والطالب يروح هناك يفاجئ ان هي شقه عباره عن شقه ومش مكان. والطالب انا اعتقد برضو معلش برضو في الطالب بيبقى عارف ان ده مكان مش معتمد. انا يعني اما الطلبه بتجيلنا بقول له يا ابني انت مش كنت عارف, طب انت قدمت في التنسيق ولا قدمت في التنسيق, طب ما كملتش ليه في التنسيق يا ابني في المعهد اللي جالك او الكليه اللي جات لك؟ يقول لي اصل انا رحت بقى لقيت هناك دراسه سهله وقالوا لي انت هتقعد سنتين وهتطلع تشتغل وهنوفر لك فرصه عمل والكلام ده. يعني الطالب وولي الامر اعتقد بيبقوا عارفين ان ده كيان وهم, فيا ريت ما حدش يقدم في هذه الكيانات الوهميه, احنا بنعاني من هذا الامر. وبعدين الطالب يجي لي بيبقى صعبان عليا, ضيع من عمره سنه ولا اتنين ويجي يفاجئ ان هو صرف فلوس وضيع من عمره وفي نفس الوقت ما بياخدش شهاده. يعني انا الحقيقه بالنسبه لي الموضوع بيبقى غريب جدا, لانه انا عارف ومتاكد ان هناك بعض من الاسر اباء وامهات ممكن يبيع اللي وراه واللي قدامه علشان يعلم طبعاً العيال. طبعا طبعا, اولا التعليم دوت في ناس كتير جدا ممكن تبيع اللي وراه قدام عشان تعلم عيالها, لان ده الاستثمار في العقول في البشر, وده احنا طبعا احنا شعب مصر بنحب التعليم عموما يعني كلنا. فما نضيعش عمرنا. وبعدين الدوله ما سابتلكش حاجه, كل انواع التعليم موجوده, انت ليه تروح الاماكن زي كده زي الطلبه اللي بيسافروا بره؟ انت ليه ما انت بتسافر, ما انت عندك, انت عاوز تدرس ايه؟ كل حاجه موجوده. يعني احنا عندنا النهارده ما فيش اي انواع تعليم موجوده في مصر. وانت حضرتك ممكن قبل الفاصل بتتكلم اما قابلت قابلت طلبه في لندن, قابلت ناس يا دين النبي والله العظيم كم ناس بتتكلم على الجامعات اللي اصبحت موجوده في مصر والمؤهلات العلميه اللي موجوده والبحثيه اللي موجوده وكم الاقبال عليها. الناس اصلا مش مصدقه ان مصر بقت كده, وناس كانت عايشه بقى لها سنين, يعني بقى لها سنين هناك وبكون ما كنتش بيعرف عربي ويجي يدرس هنا. لان احنا عندنا جميع انواع الشهادات وجميع انواع التعليم. انت حضرتك بتقول لي ان انت قابلت ناس مصر ومقيمين هناك في لندن وقال لك هندرس في مصر, ده في انجلترا وعلى منه وفي الامارات وفي ناس عايشه في الولايات المتحده الامريكيه. لانه لما بيجي يحسب وبالذات اللي في امريكا لما بيجي يحسب يجي يقول لك انا تكلفه التعليم عليا كذا 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 كذا, طب انا لو عندي جامعه كويسه وكبيره ومعتمده دوليا وبتقدم لي البرامج اللي بتتقدم في امريكا وفي اوروبا, طب ما انا اودي العيال مصر احسن وتقف عليها ارخص. وده اللي حصل فعلا يا فندم. يعني انا الفكر ده عاجبني جدا, يعني دليل ان الناس دي بتفكر كويس, يعني على منهم قيم هناك ومع اقامه ممكن يتعلم هناك كل حاجه, بس بيقول لك اجي ادرس في مصر. يعني انت احنا يعني وحتى اذا كان مهاجر خليها تاني خش الجامعه وتعالى تاني, يعني تعالى تاني وتعالى خد شهادتك وارجع على المهاجر. وبعدين برضو في ميزه, انت هنا كطالب برضو بتحس ان انت في وسط ناسك وسط اهلك وسط المجتمع بتاعك برضو, يعني احنا كلنا كده يعني ايه زي السمك يعني, فما نقدرش نعيش على بلدنا. فالطالب برضو انت كونك ان انت في وسط المجتمع وثقافة بتديك اولا الفتره الجامعيه دي هي اللي بتعلم الطالب الشخصيه وبتعلمه الثقافه وبتعلمه كل حاجه. واحنا يعني الوزاره دلوقتي مهتميه جدا بهذا الموضوع اكتر من رائع. عايز ارجع مره تانية بقى لمساله التنسيق برضو.
احنا كده فاهمين انه التنسيق الالكتروني ده حاجه اسهل من السهوله وبالذات الجيل بتاعي يعني. طيب هل المساله بتاخد وقت؟ يعني من اول ما انا بقدم وبعدين يغلق الباب خلاص كده الموقع قفل على المرحله الاولى، احنا كده خلصنا يوم الاربعاء، انا امتى بعرف بقى انا داخل ايه؟ احنا طبعا مجرد ما بنقفل الموقع بناخد يومين ثلاثه فرز رغبات. فرز رغبات احنا بيبقى عندنا اعداد محدده وبنقدر نفرز رغبات الطلبه. بعد كده اللجنه العليا للتنسيق ده مشكله بقرار من المجلس الاعلى للجامعات، دي برئاسه معالي الوزير وعدد من رؤساء الجامعات والامين عام المجلس. اللجنه دي قبل اعلان النتيجه بتجتمع وبتحط بقى الحدود الدنيا وبتحط الاعداد. اللجنه دي مسؤوله عن كل حاجه. بعد كده اللجنه بعد ما تتفق على المجاميع والحدود الدنيا للكليات تاني يوم او بعدها بيوم معالي الوزير بيعلن نتيجه المرحله الاولى في بيان صحفي. اليوم اللي بيعلن فيه معالي الوزير عن نتيجه المرحله الاولى بنعلن عن معالي الوزير في المؤتمر الصحفي برضه بيعلن عن بدايه المرحله الثانيه على طول. يعني بنبدا في المرحله الثانيه ثاني يوم على طول على اساس برضه انت عارف فتره التنسيق فتره الايام قليله وعندنا برضه شهادات ثانيه، شهادات عربيه واجنبيه صح. وعندنا شهادات فنيه ففي شهادات كتير جدا، فاحنا الفتره ضيقه وبنضطر يعني بنضطر ان احنا نستعجل شويه، بس استعجال مش استعجال يعني بيتأني يعني. هل من الوارد انه طالب بيقول انه حصل خطأ ما ومن حقه ان هو يعني يطلب تصحيح الخطأ، مش خطأ وهو يقول مثلا والله لا يا جماعه ده انا كنت كاتب كذا وكذا 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 وبرضه ما جاتليش مثلا؟ بص حضرتك الموقع بيسجل للطالب دخل امتى بالدقيقه او بالساعه او بالثانيه. يعني ايه احنا شايفينك يعني الطالب احنا شايفينه يعني. اولا الحمد لله يعني ما فيش يعني لحد الحمد لله، لان الخطا واحد يبقى كله التنسيق غلط. لا 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 غلط. فالحمد لله ما فيش اي اخطاء جدا، وبعدين يعني الموقع برضو مؤمن كويس، والطالب هو الطالب يرجع تاني يقول لي ايه؟ ما بيقولش كده، بيقول لي انا نسيت اكتب الكليه، انا ما كتبتهاش. وبعدين برضو في حاجه يوسف بيه، يا ريت الاسر ما تضغطش على الطالب. احلى حاجه. يعني ايه؟ انا خش كليه كذا اسمع الكلام. هو دايما احنا عندنا برضو لسه حته الاسماء موجوده. الاسماء الرنانه ديت يعني برضو كليات الطب بانواعها، الطب البشري وطب الاسنان والصيدله وطب بيطري وخش هندسه. بص تمام. في كليات النهارده يعني سيب ابنك يدرس اللي هو عاوزه. هو لو درس اللي هو عاوزه هيتفوق فيه، مش هيتعبك. حتى في طلبه بيوصلوا بيروحوا الكليه غصب عنه وبيوصل سنه اولى وثانيه ويبقى ناجح فيها ويقول لك انا عاوز احول كليه ثانيه. بتحصل. وانا لسه اللي عندي النهارده احد اولياء الامور مكلمني، الواد دخل كليه ونجح فيها، قال لي انا مش عاوز يكمل في الكليه دي. فانت سيب ابنك يعني، انت يعني نصيحه مطلوبه، انصح وسيبه. لو صمم على الطالب على ان هو يدرس كذا سيبه، ما تضغطش على الطالب، سيبه يعني يختار براحته، ولو اختار براحته ودرس كويس هيطلع متفوق في الكليه. في اصل في ساعات وبعدين الطلبه برضو معلش فاهمين السوق قوي كويس عننا كمان. اصل في ساعات انواع بتبقى من الابهات تحديدا الامهات بيبقوا طيبين من صح، يقول لك ده انا طول عمري كان نفسي اخش طب. يا عم انت ما دخلتش، انت ليه عايز الواد يخش طب؟ ما تضغطش عليه. انا طلع كان نفسي اطلع مهندس. انت ما طلعتش مهندس، ليه عايز الولد يطلع مهندس؟ هو مش عاوز يطلع. هو في ولاد اطباء مشهورين جدا وولاد مهندسين مشهورين جدا وما بيدرسش الكليه دي، وانا بحترم الحته دي طبعا. يقول لي يدرس اللي يدرسه طبعا، ودي ميزه يعني. هو لو درس اللي عاوزه مش هيتعبك انت كولي امر. اصل طلبه لو تردد في الدراسه يعني مش حلو، اصل الدنيا هتبوظ، هيبقى بيضيع وقت، هو مش هيدي الدراسه حقها، حتى بعد هو ما عندوش هذا الشغف، وبعد التخرج برضه مش هيقدر يعني يبقى متفائل في المهنه، ما عندوش شغف خلاص مش هيبقى متفائل في المهنه بتاعته. فانت سيب الواد يدرس كويس، سيب ابنك يدرس كويس يختار، انت قول له انصحه اتكلم معاه قول له ده ميزه ايه، ميزه ده ايه وعيب ده ايه وده مستقبله ايه، وسيبه لو صمم على حاجه سيبه يدرسها. يعني دي نصيحه مني. لا داعي للضغط، لان احنا برضه خد بالك اولياء الامور بيستخسر مجموع الولد. يعني حرام مجموع كبير هتسيب المجموعة ده وتروح كلها تاني. لا سيبه انت انصحه وقول له انت ده طريق ده ازاي، وهو حر يختار اللي هو عاوزه. بقى بعد المجهود اللي انت بذلته ده كله يا حبيبي، وبعد ما جبت 93% عاوز تقول لي انك هتخش حقوق؟ ما تسيبه يخش حقوق،
هي حقوق وحشة؟ هو حد طايل يبقى محامي أو وكيل نيابة ولا قاضي؟ طب أنا أقول لك على واقع بمناسبة حقوق اللي أنت ذكرتها دلوقتي من حوالي 5 سنين. إحنا طبعاً قبل ما النتيجة بنعمل تشيك كده يعني. فالمهم لقينا يعني طالب من العشر الأوائل في الثانوية العامة علوم. فالكاتب أول كاتب أول رغبة حقوق. فقمنا عاملين اتصال تليفوني رد علينا والده. حضرتك والد الطالب فلان فلان؟ لا أنا والده. حضرتك تعلوم يعني وطالع من الأوائل وكاتب حقوق؟ قال لي أنا هو احنا هو لو احنا عاوزين يطلع يخش يدخل كليه حقوق. انا خلاص فشوف اللي هو كان في تخصص القضاء يعني. فانت سيب الولا يدرس اللي هو عاوز يدرسه بس يدرس اللي هو عايزه انا مالي. طب انا دايما كان عندي سؤال، هو ليه كليه الزراعه انا فاكر ايام كانش بتاخد مجموع كبير؟ لا دلوقتي بقى مع انها كليه مهمه جدا 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 جدا. كليه الزراعه من 3 سنين بدات تعلى خالص. لا والله في 3 سنين الأخيرة بدأت كلية الزراعة من الكليات اللي بدأت تعلى. كان من حوالي 5 سنين كان كلية الزراعة ما عليهاش إقبال. من 3 سنين بالظبط بدأت الإقبال عليها كبير جدا جدا. تزايد كبير جدا جدا على كلية الزراعة. برافو. كبير جدا وطبعا على كليات التمريض وعلى حاسبات وذكاء اصطناعي. الناس كلها متجهة للحاجات دي. الناس عقلياتها بدأت تتغير. الطلبة عقلياتها بتتغير. الطلبة وأنا الطالب ذكي قوي يعني. الطالب شاطر وذكي. لا ده الولاد دول قرود. بس تسيب الجداد دول قرود يعني. دايما الاسره تسيب الواد شويه يعني. انت ما يعني سيبه يختار براحته. الطالب داخل على النت وعارف ويمكن عارف كل التخصص ده هيطلع يشتغل ايه وهيعمل ايه وكل حاجه. فانت سيب الولا. العيال ديت والله العظيم الطلبه دول احسن مننا كتير يعني صراحه. لا هم فعلا جيل مذهل بصراحه. ده رايي يعني. انا ضد يقول لك ايه ده شويه عيال مش فاهمين حاجه. لا ده والله العظيم مذهل. والله العظيم حاجه تشرف. والله العظيم شباب يشرف بامانه ربنا واذكياء وشطار يعني. انا اقعد افكر كده اقول ايه لما حضرتك قلت لي على موضوع لا ده زراعه بدات فقعدت اركز كده قلت طب انا خلال الكام سنه اللي فاتوا دول شوف احنا استصلحنا كام مليون فدان لحد دلوقتي وبالتالي العيال مخها نور. بيقول لك الله امال مين اللي هيعمر الدلتا الجديده؟ مين اللي هيشتغل في سينا؟ مين اللي هيشتغل في وده اللي حاصل. واحنا كمان بنحاول نزود اعداد كليات الزراعه كمان. احنا لما لقينا الاقبال عليها كتير بدانا نزود العدد في كليات الزراعه. احنا برضو احنا معالي وزير اللجنه العليا للتنسيق برضو بنشوف الكليات اللي عليها اقبال ايه يعني الزراعه والكلام ده. طبعا البلد محتاجه الكلام ده كله فبنزود العدد في الكليات دي. تمريض زراعه الكليات اللي عليها طلب في السوق. استاذ سيد نورتني وشرفتني واسعدتني وطمنتني. ربنا يطمن. انا بنت السنه الجايه ثانويه عامه ونبي لا تاخدوا بالكم. ربنا يطمن. ربنا يخلي حضرتك. كل الشكر ليك يا فندم. كل الشكر للاستاذ سيد عطا المشرف العام على اعمال مكتب التنسيق. شوف المشرف على التنسيق بيقول لك ما تضغطش على الواد، ما تضغطش على البنت، سيبوا العيال تختار مستقبلها، ما عليك الا النصح. ما تضيعوش مستقبل العيال. سنة من العمر دي كتيرة كبيرة. كل شكر مرة ثانية أستاذ سيد عطا، نورنا وشرفنا. أستأذنكم في فاصل وبعد الفاصل لقائنا الأسبوعي المعتاد والرائع والجميل مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. استنونا. ثلاثة يوم الاثنين ده مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة كان وحشني جدا جدا جدا. نورتني يا مولانا. أكرمكم الله وحمد الله على سلامتكم إن شاء الله. ربنا يسلمك يا رب. طيب أنا يمكن أنا من الناس لا أنا من الناس إيه هو كل المصريين يحبوا آل البيت ويذوبون في حب آل البيت عشقا. نعم. وناس دايما تقعد تقول إيه أيوة يعني المصريين يحبوا آل البيت ليه؟ من حبنا في الرسول بنحب أهل بيته. ده صحيح. وعشان كده نقبل دائما على الذهاب إلى مساجد آل البيت ومقامات آل البيت ونصلي هناك ونتبارك وبننبسط ونفرح ونروح شارع الأشراف ونطلع على مقابر البهنسة البقيع الثاني كما نسميها دائما ونروح مسجد سيدنا الحسين والسيدة عيشة والسيدة نفيسة والسيدة زينب وهكذا. الجماعة إياهم يحبوش الكلام ده أبدا. وصلوا لمرحلة ان هم يكفرونا لو رحنا. ده اسمه كلام؟ ربنا يعقل ويهدي. امين يا رب العالمين. طيب السؤال بقى
هل في أي مشكلة إن أنا أروح؟ هل في أي مشكلة إن أنا أصلي هناك؟ هل في مشكلة إن أنا أتبارك بوجودي هناك؟ أقضي كم ساعة حلوين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بالذهاب إلى القبور سواء كانت قبور عادية أو كانت أضرحة، طبعا هذا أمر مشروع من جهة الزيارة، لأن النص القرآني واحد وواضح في هذا الأمر، أقصد أنه واضح. حتى زرتم، شوف، زرتم المقابر، ده ربنا اللي قال ملهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. طيب، وأهل الكهف سيد الكريم في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ايه رأيك بقى؟ هو ده شرع من قبلنا، ده كلام ربنا هو في سورة الكهف وده شرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يرد ناسخ ولا ناسخ. يبقى هنا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. تمام. النبي محمد صلى الله عليه وآله كان يذهب إلى قبور البقيع حتى آخر أو من أخريات ما فعله قبل انتقاله إلى الله في أعلى عليين، أنه زار قبور أهل البقيع وودعهم. هو حتى الحديث يقول كده، كالمودع لهم. كالمودع لهم، وقال لهم أنا فرط لكم وإن موعدكم الجنة، إلى آخر ما جاء في الروايات الحديثية في ذلك. ستنا فاطمة الزهراء بنت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتزور قبر عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا حمزة طبعاً في أحد الشهيد. لسه سيدنا معاذ بن جبل لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى اليمن، فالرسول بيودع معاذ، فبقول له ايه بقى يا معاذ، لعلك لا نلتقي ولعلك تمر بمسجدي وقبري هذا. خلي بالك الرسول قال له ايه، قال له يا معاذ لعلنا لا نلتقي ولعلك تمر بمسجدي، اللي هو مسجد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة النبوية، وقبري هذا. سيدنا معاذ فعلا إما رجع بعد أن حصل الزكوات والصدقات وكله وأدى بعض المهام الدعوية في اليمن، قال الراوي فجاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأكب على قبر النبي وهو يمسح وجهه. حبيبي ده معاذ ابن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام وبمحضر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. يجيب لك بقى الموقف الرابع عشان تعرف أن السلفية دول أجهل خلق الله. هو أمور سياسية، حتى ما زوروش مساجد آل البيت، أمور سياسية ما لهاش علاقة بالشريعة ولا بالدين. من الآخر سيدنا بلال مؤذن حضرة النبي عليه السلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضاق صدره وطلع على منطقة الشام. قال فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال ما هذه الجفوة يا بلال، ألا تزورني؟ فركب الراحلة واتجه إلى المدينة. وهنا أنا بقول للسلفية بتقول اللي بيقولوا إيه ما تروحش قبر النبي قصدا، أقول لهم لا، نذهب قصدا، والصحابة كلهم كانوا يفعلون ذلك والعلماء في كل زمان ومكان. يعني ايه ما روحش قصدا؟ بقول لك لا، ان تروح المسجد. الله. عشان ابن تيمية بس قال لهم ما تروحوش، ده قلت لك ده امور سياسية والله. فسيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه وارضاه ذهب الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على قبره الشريف. اختم انا عم اشوف اجيب لك صور تطبيقية من الصحابة في زيارة المقامات الشريفة. ستنا بقى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت بتقول إيه، كنت لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم كنت أزور النبي صلى الله عليه وسلم بدون حجاب، زوجها
ولما دفن أبو بكر رضي الله عنه اللي هو أبوها كنت أزور بدون إيه؟ بدون حجاب. فلما دفن عمر رضي الله عنه ارتديت الحجاب. ده فعل مين؟ السيدة عائشة. هل يا ترى فقهة المسلمين كانت غاب عنها الحكم اللي روجهم ابن تيمية ومحمد بن عباوة وكلاهم اللي هم بيكرهوا الصالحين أصلا؟ فالسيد الكريم مصر النبي صلى الله عليه وسلم زكاها بأنها أول الحمد لله فيها خير أجناد الأرض اللي هو الجيش وفيها العلماء. وهذه البلاد منذ عهد سيدنا آدم إلى شيس إلى إدريس اللي هو أخنوخ عند أهل الكتاب عليه السلام لم يقتل أي نبي على أرض مصر أبدا. ما فيش قطر الدم صحيح أبدا. حتى شوف فرعون مع سيدنا موسى والقضية اتعكست فيغرق فرعون وينجو موسى عليه السلام. فحضرتك الأمر الآخر لم يهن على أرض مصر ولي نهائي. حتى شوف الأموان بكراهيتهم لآل البيت ما هو خلي باله اللي هيكره آل البيت دي جراثيم الأمويين من الآخر. اللي هيكره آل البيت أحياء أو أموات ده أموي كاره لآل البيت لصراعات سياسية. فالمهم حضرتك هنا ستنا زينب عليها رضوان الله بقبرها الشريف في القاهرة هي موجودة. وأنا أقولها وليها بحث السنة الجاية أجيب لك كتابي النبي صلى الله عليه وسلم وقاله الرأس الشريف لمولانا الإمام الحسين رضي الله عنه في القاهرة موجودة موجود حققناها علميا صح. الجسد الشريف لسيدتنا زينب عليها رضوان الله موجود في قبرها العامر. الله سيدة زينب عليها رضوان الله أقول لك آخر لقطة عشان الوقت ما يداهمناش. لا قول لما لما جاء بقى يزيد بن معاوية والجواسيس قالوا له بقى والمخابرات أيامه أن زينب اجتمع الناس عندها ويندمون ويتباكون على استشهاد الإمام الحسين عليه رضوان الله. فأرسل لها قال شوفوا لك مكان غير المدينة ولا تذهبي إلى مكة. يعني وحرج عليها يزيد اللي منطقة الحجاز لا مكة ولا المدينة. فالسيدة زينب تخيل يزيد يحرج على بنت النبي أي السياسة كرسي الحكم. فيزيد إذا كان هو غدر يعني أبو ده مش عايز بقى عشان بس الصحابة بصبت الرسول ما فيش داعي. المهم السيدة زينب عليها رضوان الله اختارت قالت أذهب إلى مصر سيد الكريم رغم أن بس كان ابن مخلد الأنصاري موجود والي. أنت تعرف المصريين استقبلوا السيدة زينب فين؟ الشعب استقبلها عند العريش إلى أن جاءت عند قرية العباس الآن في محافظة الشرقية فخرج الوالي والعلماء واستقبلوها. ولم يملك والي مصر وقتها أمام هذا الحب الجماهير الشعبي مع أن طبعا كان موجود حكم بني أمية لكن هو خاف من الثورة الشعبية فسمح لها أن تسكن في قصره اللي هو فيما بعد هيبقى قبرها اللي هو فيما بعد هيبقى مسجد السيدة زينب عليها رضوان الله. حضرتك الحب. زيارة بالظبط انت لخص الحلقة الحب هو كده. ده انا قريت يا مولانا انه شوف الحب في استقبال الرأس الشريف لسيدنا الحسين ده من الصالحية وقبليها خلع المصريين احذيتهم النعال ووقفوا حفاتاً في استقبال الرأس الشريف يا سيدي من ومشوا وراءه حتى دفن في القصر الكبير اللي هو الجامع دلوقتي اللي هو كان ما اسمه قصر الزمرد الأخضر. ده استقبلوه من حدود فلسطين. ايه ده؟ خدت بالك من حدود فلسطين؟ ايه الحب ده؟ والوالي حمل رأس سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه ملفوفاً بالأخضر نعم الكساء الأخضر ومعطر ومطيب على صدره ومشى الشعب المصري حافيا. وانا اقول لك حاجه ودي من بركات ان هذه البلاد لن تجوع ولا تعرى ولن تعطش ابدا. ليه؟
ما أهانتش آل البيت ولا الأولياء. حضرتك بقى بدون مجاملة، الأولياء اللي هم لهم مقامات عندنا في مصر، سيد أبو الحسن الشاذلي، سيد إبراهيم الدسوقي، سيد أحمد البدوي، السيدة حورية في بني سويف، البقيع الثاني اللي هو البهنسة في محافظة المنيا، حضرتك كل دول جم منين؟ وسيدي أحمد البدوي رضي الله عنه، كل دول جم من العراق والحجاز والمغرب. صح. اتجهوا إلى فين؟ مصر. إلى هنا، إلى الأمن والأمان والتكريم والحفاوة. اللي كان بيبقى معدي على مصر عشان ينزل للحج، وبعدين وهو يوصل للحج من هنا يرجع على مصر، ما يرجعش على المغرب تاني، لا خلاص يرجعش على العراق تاني، يروح جاي قاعد في مصر ولا يكمل. الحجاز خدت بالك، وبفضل من الله عز وجل. إنما أنا مش عايز بقى أخوض في بلاد أخرى، في البلاد اللي هي حربة آل البيت أو خانتهم أو غدرت بهم، لا تزال عندهم الفتن، مش هحدد البلاد، هي معروفة، سيبنا من دي. إنما أنا بقولك البلد هنا بقى الحب. إكرام المصريين لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللصحابة رضي الله عنهم، ولأولياء الله الصالحين رضي الله عنهم، الحب والإكرام. يعني شوف مثلا حضرتك، إما يبقى في معاصرة ما بين الإمام الشافعي رضي الله عنه وما بين ستنا نفيسة العلم رضي الله عنه وأرضاه، وبعدين سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه ما جاء من العراق وجاء هنا مصر وطاب له المقام واستقر له المقام، وكان يدي دروسه في مسجد سيد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وأعجب بتكبيرات العيد للمصريين. ده أنا بقترح على الأزهر الشريف أبقاه الله وحفظه الله يعملوا موسوعة اسمها فقه المصريين. يا سلام. أيوة يا سلام، من برنامجك فقه المصريين، إحياء فقه الليث بن سعد المصري من قلقشندة بمحافظة القليوبية. ده الإمام الشافعي رضي الله عنه جه حتى يأخذ عن الليث بن سعد. وبعدين خلي بالك عمل مذهبه الجديد هنا، مفروض المذهب الجديد للإمام الشافعي ينسب إلى الفقه المصري، لأنه خد بالعادة والعرف. صح. خد بالعادة والعرف عند مين؟ عند المصريين. خدت بال حضرتك؟ فياريت وأنا أناشد الباحثين في الفقه الإسلامي يعملوا فقه المصريين، ويخلوه بقى مش علم الفقه تخصصي في جامعة الأزهر فقط، وياريت برضو حضرتك نجمع التفسير للقرآن الكريم بعلماء مصر، جهود المصريين في الحديث النبوي الشريف، جهود المصريين بقى التي لا تخفى في خدمة المصحف القرآن الشريف. طبعا أقدم مؤسسة، أقدم دار لخدمة القرآن الكريم كانت ولا تزال في الأزهر الشريف. إحنا يعني شوف الشيخ عبد الفتاح القاضي وغيرهم وسيدنا الشيخ محمود خليل الحصري، أنا بس بذكر نماذج هؤلاء الذين نفعوا العالم الإسلامي كله بخدمتهم للقرآن. فإحنا حضرتك عندنا في مصر خدمة القرآن الكريم من الأزهر من 1083 سنة، خدمة الأزهر الشريف فقه المصريين لجمع الأحاديث النبوية، ونشوف رحلات العلماء لهنا وابن يسير ابن حجر العسقلاني وغيره، جنبك هنا الفقه الإسلامي اللي أنا بقترح أن نعمل فقه المصريين بناء على العادة والعرف عند المصريين. يعني أنا نفسي بصراحة نفسي هنا بقى الأزهر الشريف يشتغل لنا قوي 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 على مسألة المذاهب الخمس إن شاء الله، مش المذاهب الأربعة. عشان المذهب الظاهري. أنا بقى أغتنم الحلقة المباركة، وأنت نورتنا بمسألة لا والله حب المصريين لسادتنا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ريت نعمل، وأنا بخاطب السيد وزير الآثار، السياحة الدينية في مصر تمنهج. أنا هقولها بإيجاز، ماشي، في سياحة دينية للمسلمين يبقى تبتدي بالمزارات والأضرحة نهاية بالبهنسة. بالبهنسة بالنسبة لإخواتنا أهل الكتاب المسيحيين
على الرواية المعتمدة عندنا وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. السيدة الطاهرة البتول مريم عليها السلام وسيدنا المسيح عليه السلام. يبقى هنا بنعمل رحلة العائلة المقدسة ويتم إنشاء. وأنا بقول لوزارة الآثار وأخاطب وزارة السياحة ليه ما تعملوش إدارة للسياحة الدينية للمسلمين والمسيحيين؟ في بقى شيء إحنا برضو غفلنا عنه. إيه هو حضرتك؟ سيناء. صحيح إحنا مش عايزين يبقى في علاقات مع الصهاينة، بس برضو ما تنساش سيناء بجبل الطور بالخضر عند راس محمد ولقاءه مع سيدنا موسى ويوشع بن نون والعبد الصالح إلى آخره في منطقة شرم الشيخ وراس محمد مع جبل الطور التجلي طبعا. طب ليه حضرتك والتجلي الأعظم ليه دي ما تكونش سياحة؟ وإحنا لا نمنع أهل الكتاب من اليهود. أنا طمنك، لا نمنع أهل الكتاب من اليهود المودعين كزيارة. مسألة السياحة الدينية دي ومسألة نعم. العائلة المقدسة والتجلي الأعظم لليهود ومسألة وبعدين التجلي الأعظم وإحنا كمسلمين بنؤمن بيه. في كم اهتمام باللي حضرتك بتقوله ده مذهل، والاهتمام من أول رئيس الجمهورية بارك لحد كل الناس التي تعمل في هذا النطاق. من ناحية تانية الوزير نفسه وزير السياحة والآثار دكتور أحمد عيسى أنا أعرفه وقابلته كذا مرة في مجلس النواب. الراجل ده شاطر وفهمان ومخه نور. لو عايز مشروع جيبهوله ونروح له سوا. خلاص وأنا هشيل المشروع على ظهري وأوديهوله. أكرمك الله، لأن مصر هي الرائدة وهتفضل هي الرائدة في حب آل البيت رضي الله عنهم، حب الصحابة رضي الله عنهم، حب أولياء الله الصالحين رضي الله عنهم، حب العلماء الراسخين رضي الله عنهم وأرضاهم. ويكفي حضرتك أن مصر هي الملاذ لهؤلاء المصطفين الأخيار. زيارتهم مشروعة ولا يلتفت للشواذ وللذين يعملون في أجندات سياسية، ولنا في رسول الله في البقيع ولأصحابه في زيارة قبره الشريف، ولنا في زيارة الصحابة لشهداء أحد ولغيرهم القدوة والأسوة في ذلك. حتى زرتم المقابر مشروعة. نورت وشرفت وأفدت وأسعدت يا مولانا، نورتنا ربنا يخليك. كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. ولا أزيد على كلام مولانا ولو حرف، لكن أقول لك اللي دايما يدور في بالي أول ما يجري مثل هذا الحديث مع مولانا على سبيل المثال. بارك الله. شوف مصر كانت وحتى الآن وستظل ليوم الدين غوث البلاد وأمان العباد. الله. اللي هيفكر في غير كده ويروح يمين يروح شمال يفتكر انها تستبدل ولا لا، ما بتستبدلش ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين. بمناسبة ايه ما اعرفش، بس مش دي القصة. ثواني يكون موجود معكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. اما احنا لو كلنا العمر نقابلكم بكرة ان شاء الله وبرنامجكم 9. سلامات.